اشترك الآن في قناة اليوتيوب. سحر الليل إصغاء لهمس السكون. youtube.com/mfmhd. الليلة، أول تواصل لهذه الليلة 30 دجنبر 2016، ليلة الخميس، صباحة الجمعة المباركة. سكينة من فاس، مرحبا بك أختي. الله يكون خير. وعليك السلام أختي. كيف الله يبارك فيك أختي سكينة. إحنا سعيدة مصدقة. الله يبارك فيك. يعني إحنا كنا عشنا معك يعني أمر يعني اللي كان ألم قلوبنا كتير، كون أن أنت كان الزوج ديالك كان تعرض لوضع مرضي بعد ما كان يعني طلب معاش وكيخدم على يعني على رزقه ورزق يعني رزقك طبعا الوليد اللي في حياتكم. واخويا مصطفى انا عندي دابا جوج نساس وخليتهم، طلعت زوج ديالي قلت لك كندير الجلسات عند واحد الدكتور يعني نتساني من بعد ما بقاش كيتكلم. انا كنت خبرتيني وخبرتي المستمعين طبعا باللي كان هو كان وكل الوالد ديالو وحصل الوالد ديالو على شي تعويض من ديك الحادثه اللي كانت وقعت. ومن المؤسف جدا انه الان دابا انتم يعني في واحد الوضع اللي مأزمين لا نفسيا، اولا لانه تيشوف الولد باللي خدلو باه وباللي حتى الوضع الصحي ديالو يعني كان عنده اثر كبير على نفسيته. هذاك الشيء باش عطيه البكاء والدموع والعبارات هي الحاجه الوحيده اللي كتقدر يعني اللي كيقدر يوصلها، يعني ما تقدرش يتكلم، ما تقدرش انه يعبر على الشيء اللي بالداخل، ولكن العبارات ديالو متدفقه على خده يعني اللي كتخليك تحسي دائما بداك الحزن الداخلي الكبير اللي فيه. هو خويا مصطفى يعني قلت لك السيمانه اللي دازت طلعت الزوج ديالي للمستشفى. يعني حاولي عفاك تعلي صوتك باش نقدر نسمعك بجوده عاليه. واخا خويا مصطفى قلبي تطلع في حتين كنبغيش فيق. خويا مصطفى طلعتو مع الزوج ديال النهار، جيت خدمت الزوج ديالي طلعتو وبنيت خرجت من المدرسه مع الوحده مع 12 جات للدار عطيتهم تغدا وخليتهم في البيت تشدي في اليوم. انا خرجت من الدار يعني متاكد بلي انا خرجت، جا الشيخ ديالي وولدو دقوا على البنيته حلات لهم الباب حيت هي ما كنوصلهاش هاد المشاكل اللي عندي مع جدها وداك الشيء. اها يعني كنخليها كيجي جدها كنقول لها سيري سلم عليا دخلي عندو، يعني ما كنوصلهاش هاد الشيء. ملي دق عليها الجد ديالها قال لها حلي يا بنتي انا حلات له الباب ديال البيت دخل عندها يخرجهم حطهم في الدروج وهز لي حويجات اللي عندي في البيت كلهم خرجهم للدرب وحطهم في الزنقة. خرج البنات وخرج هذاك الشيء ولا خلى البنات؟ خرج البنات وخرج لي حوايجي كلهم حطهم لي في الدرب. هذا بات راجلك؟ بات راجلي وولدو الاخر لوسي. خرجوا البنات بقاو كيبكيو، جات الجارة هبطت هزت لي البنات طلعتهم عندها والحوايج خرجهم لي كلهم للدرب ولاحهم في مقا الدروج. كانوا الناس شافوا هادشي قدامهم؟ كانوا الناس شايفينو. وتيعرفوه باللي باه؟ كيعرفوه. وسد الباب ديال البيت الصب ديال الدار وخرج مشى بحال هكا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دي اسبوع وانا كنحاول نتصل بك ما كيقبضليش الخط. وديك الساعات انت منين جيتي؟ من جيتي انت وراجلك من السبيطار ياك؟ لا الزوج ديالي يعني هبطتهم داك الجلسه عند الطبيب قال لي الحمد لله يعني بدا شي شويه تحسن وعادي. ملي وصلت لتما تصدمت ما عرفتش شنو ندير. اشنو راجلك بقى طايح في الارض ولا كيفاش؟ بقى في الكرسي متحرك يعني ما كيتحركش كاع. جبتيه في الكرسي ديالو المتحرك؟ كرسي متحرك من حطيته هبطت الطاكسي حطيته في الكرسي ديالو. مني وصلت للباب كنلقى ولا حوايج نلقى محطوطين الجارة جا معاهم واقفة حداهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إيه يعني كيف هذا؟ جات الجارة دخلت ديك الحوايج قالت لي دخلي عندها إلا ما تلقاي الكرا ولا تشوفي شنو ديري. لا حول ولا قوة. بعد اتصلت بالاخ ديالي قلت له انا اشنو
قال لي بغيتي تجيب ولادك واجي اجي بغيت تبقاي معاه، يعني هو ولد باه ولاحو، حنا شنديرو له؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني ما عنديش، والدي أنا عايشة في مدينة واحدة أخرى وبنتي في المدرسة كتقرا، ما لقيتش كندير. لا حول ولا دابا هادو والديك قالوا لك بنتي دابا والديه ولا حو شنو حتى حنا نلوحوه وانت يعني تنتي نلوحوك معاه؟ يعني حنا ما عندناش ما نديرو له، يعني شنو؟ يعني إما جيبي بغي وليداتك وأجي وأجي ولا هو لحو والدي حنا ما عندنا ما نديرو ليه؟ احنا ما عندنا ما نديرو ليه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني بقيت استغفر الله العظيم. جوج جارة دخلتني عندها عطياني بيت قال صافي الزوج ديالها ما كاينش، ما عرفتش شنو ندير، تلفت كاع، يعني مشيت كنقلب على الكرا الجهة اللي كاينة من مدرسة البنت، داك الشيء كنلقى الكرا بالعام ما كاينش الكرا هكا الشهر تخلص كل شهر ما لقيتش. وانت الوحيدة، انت الوحيدة دابا اللي كتعولي الدار؟ بوحدي ما كاينش اللي غيعاوني خير الصفا كاع. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دابا حاليا مازال جالسة عند الجهرة ما عرفتش كي ندير، ما عرفتش ما قديتش تسمح فيه. ما لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هو دابا معاك حداك دابا هو كيتكلم؟ اه كاين. والو ما يقدر يكلمنا، ما يقدر يتكلم معنا، ما والو حتى شي حاجه. ما يعني نصدوم يعني من داك النهار عاد كون بالي ياك ولا حتى شي حاجه، ما عرفتش كي ندير. لا حول ولا قوه. شحال دابا هادشي باش وقع، باش ملي ديتي راجلك للسبيطار وجيتي لقيتي الدار؟ ديتو 5.2 وهذا الاثنين اللي داز اسبوع السيمانه اللي دازت نهار الاثنين، يعني انا عندي جوج جلسات في الاسبوع، عندي الاثنين وعندي الخميس. وهذيك الدار دار باه ولا ولا شنو؟ دار ديال باه، يعني ما عندكش فين غتمشي، يعني واخا جيتها الدار ولا شي حاجه، يعني الدار دارو، غير الا بغى يجليك يجليك، بغى يخليك يخليك، فلوس داها الدار هو جلانا منها، يعني ما كاينش شي حل. ودابا نتوما جالسين عند جارتكم؟ اي عند جاره خير. معك هاد السيدة الجارة؟ الجارة مشات تنعس، أنا في البيت غير أنا وبنتي. أنت وبناتك وراجلك؟ أه. لا حول ولا قوة. وشحال أنتوما دابا في هاد الوضعية هادي هكا؟ دابا هاد النهار تقريبا جاي 10، 11 اليوم دابا هادي وقيلة 10 يوم، المهم 2 سيمانة أو 3 ولا 4 الخميس هاد النهار. 10 أيام هاد النهار 11 اليوم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني جيت عند واحد البلاصة أخرى، يعني مدرسة البنت هاد القبطي لها انتقال وهاد الشي، ما عرفتش كي ندير. الله كنت الكرة عرفت برد ما 20 في الشهر، ولكن السميت 20 الفريال في الشهر، ولكن في دابا انت طبيعة الخدمة ديالك شنو، كتمشي كتمشي للموقف ولا ولا ولا؟ اخويا مصطفى انا كنعرف عائلات بحال هكا، ملي كيبغيو ميناج كيصونيو ليا في التيليفون. تيعرفوك بالتليفون كيصونيو عليك، كتمشي عندهم؟ كنمشي عندهم ميناج، يعني كتصوبي داك الشغال كل نهار سوايع، 5 سوايع تمشي بحال هكاك، ولا كاين اللي كنشتغل بزايد 5 نهار كله ولا. وشحال عمر بنيتك لالا؟ عندي 11 سنين و 4 سنين. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا سكينة، لا عندها 4 سنين مازال عاد في الروض، يعني ما ولا عليك واخا نديها فين ما مشات، و 10 سنين عندي في المدرسة. نتا هي مرضت، يعني من النهار اللي وقع هاد المشكل هي كل اللي كتفلس قلبي في الفراش. مرعوبة مرعوبة مسكينة كبيرة مني وقع لها هاد المشكل. هي كتعرف كل شيء دابا مني وقع هاد المشكل، وهذا من داك النهار هذا هي ديما كتفلس قلبي في الفراش دابا مسكينة. كتجي حالة. طب ولأنه دابا دابا هي
يعني للاسف هي كانت جالسه مامنه في بيت اللي كتعتبره يعني بيت صغير ودايره لهم تليلي جا صغيره دايره كلشي زعما مغلف بلاتي مخصوصين حتى شي حاجه جيبها جدا باش كيحل الباب باش كيخرجهم باش كيحيد الحوايج عليها دابا وقال حلي لي بنتي من الحلات لبسها وخرجها للدروج مؤسف جدا يعني جبت منك عليه ودفعها وخرجها للدروج حطها حداها وبدا كيهز الحوايج وحط لها للدروج احساس يعني ما عندي حتى شي حاجه يعني عندها غير موسيقى صغيره وماريو صغير وجوج يقبل يعني جوج دابا اللي عندي صافي هادشي اللي عندي في البيت حطت ثلاجه صغيره ودايره ثلاجه صغيره لولادي فاش كتخرج الغصوم ولا هادي خرج لي كلشي حطوا لي في الدرب حوايجي الملبوس ديرهم جمعهم في ليزار وحط لي الماريو وحط لي كلشي في الدروج مؤسف جدا هذا الشيء اللي كتقول يا اختي سكينه ويني في واقع الامر يعني احنا كنتمنوا اي مبادره اللي ممكن انها تخليك تعيشي في مامن على هذا الشيء اللي كتكلمي عليه اللي في واقع الامر ما شي حاجه خويا مصطفى بغيت استقر انا وليداتي يعني راجلي انا قدادي ما طلبت حتى شي واحد شي حاجه ما عمري مديت يدي ما عمري طلبت شي حاجه يعني انا كنخدم عند الناس دراعي ما خصني حتى شي خير اللي بغات شي حاجه كنصوبها لها بغات شي حاجه طيبه نصوبها لها اللي بغات الميناج كنمشي يعني يوميا النهار الاثنين طلعت من 8 مع السبعة خرجت من الدار انا في واقع الامر انا ما زعما بصدق يعني وانا كنتكلم معك والاحساس اللي عندي انا ما نكرهش هاد الوالد لانه مادام هو حنا عرفنا ديك النهار باللي هو كان كيسمع وخصو يعرف باللي حنا قرب منه يعني من قلبه حنا كنخاطبوا فيه القلب ديال واحد الاب ربى هاد الوالد ورعاه وكبروا وكل واحد فينا كيبغي يشوف ولده واحد الصوره اللي هي احسن وما يمكن هذا السيد الكريم الا يبغي يشوف ولده في واحد الصوره اللي هي افضل فانا كنتمنى انه يكون عنده ديك الصبغه العاف والمغفره ويتقبل من الله انه يحسن الابن ديالو خاصه في هذا الوقت لانه ما كاين ما احسن من الانسان يكون مع واحد خاه ولا تيعرفو يعني في لحظه الضعف بالاحرى هذا راه اب تبارك الله عليه زعما نتمنى ان شاء الله يكون في استماع ويسمعنا ويرتب قلبه ويحن في هذا الولد يعني بصراحه مصطفى مصطفى كان يقد يهضر يعني كيهضر وكيعطي صوره كيعاود الطفوله اللي عاشها احنا على كل حال كنخاطبوا المستقبل اختي سكينه اللي كنتمنوا نخاطبوه هنا يعني انا كنتمنى دابا ان شاء الله بحول الله كاع هادشي اللي فات واللي داز ان شاء الله تعالى نتجاوزوه كاملين الشريف الله يجازيك بخير لانه ان شاء الله حنا بغيناك تمشي ان شاء الله بالخاتمه ديال الحياه ديالك تكون في الصالحات واول حاجه ان شاء الله بينك تصلحها هي ان شاء الله علاقتك بهذا الابن لعل الله سبحانه وتعالى تلقى لأنه من دون شك أنت واحد إنسان ربيتي وكبرتي واللي ما خليتي شيء على هذا الولد غيكون طبعا كثير أنت تكلفتي وضحيتي وهذا الشيء كنعرفوه راه حنا آباء وبواتنا كانوا حتى هما آباء فأنا كنتمنى منك الشريف الله يجازيك بخير على أنه هذا في استعطاف ديال واحد الإبن طبعا منك باش إن شاء الله تعالى تمشي تشوف هذا الولد ترحي الحال ديالو وترحمو لعل الله سبحانه وتعالى يمكن يكتب عليك ببند الرحمة حيت الله سبحانه وتعالى الرحمة ديالو كتوسع كل شيء انت ان شاء الله ترحم شوية وتحن والله سبحانه وتعالى غادي تكفلك بزاف ديال الرحمات اللي ما عندها عدد ولا هي يعني بعيدة على الله سبحانه وتعالى هي قريبة من المحسنين فانا كنتمنى ان شاء الله تحسن احوال هذا الابن لانه خونا وحنا ايضا وحدين من الابناء ديالك تبانا انتيا تمشي واحد غريب منا انتيا لا غلط خونا الله يجازيك بخير حنا بغيناك تكلم معنا كما سمعنا هاد المراه ولا انك بدينا نسمعوا الولد ومن شك دون شك بكى لانه حزن حيت بقى فيه الحال يا غاضك يا قلقك ربما ما عرفناش
يقلقك يا غاضك يا يغضبك وهذا الشيء كنقلقوا داك الشيء باش عطاك هذاك داك رد الفعل كان ولا الشريف يا يساء معك الادب. حنا في جميع الحالات هذا السيد ان نلتمسوا ليه العذر حيت هو معذور مرفوع عليه الحرج. حنا بغيناك تتكلم معنا وانا عندي اليقين في الله سبحانه وتعالى وشادين في الله كاملين باش ان شاء الله تعالى انت ان شاء الله اب ديالنا وما تخيبناش وربي سبحانه وتعالى ما يخيبش الامل في الولد ديالك وما يخيبكش ان شاء الله تعالى لانه من دون شك راه الاخوان هادو بواتنا وراه لابد من حضنهم لابد من كن واحد العدد غادي يكونوا معقورين ومعطوبين بزاف د الحوايج اللي تكون قصحاتهم في وليداتهم دابا ملي تيكبروا ولا ما عرفتش شنو هما الحوايج اللي كيمكن يقصحوهم ويقصاو لانه الظروف تا هما كانت عليهم قاسيه. ولذلك راه لازم بينا حنا كابناء حتى الا شفنا شي حاجه من بواتنا نكونوا رحماء بهم لان اللي فوتوا علينا شي قليل. والله يجازك بخير الشريف وان شاء الله انا كنعرفك باللي انت من السامعين ومن المستمعين للبرنامج وهذا الشيء اكدتيه لنا والله يرحم ليك الوالدين لانه ما تسمعنا الا يعني واحد الصلحاء اللي فيهم الخير وكنتوسمهم فيهم. فانا تنتمنى ان شاء الله تكرمنا ان شاء الله تعالى بوجهك وبصوتك وتكرمنا ان شاء الله تعالى بهذا الكرم ديالك في الابن ديالك. احنا ما بغيناش نسمعوا عليك ولا ضرنا فيك شي حاجة لانه انت بانا كيف ما قلنا لك لانه مادام انت تسمعنا الا وتتقى فينا الخير وتتمس فينا الخير باعتبارنا ابناء ديالك سي وما بغيناش نسمعوا شي مرة ولا شي حد ينعت يب عين ولا بصبع ولا شي كلمة هل لاح ولدو هاو ولدو مسكين معوق ولاح. فكنتمنى من الله سبحانه وتعالى إلا أنت كنت يبر بهذا الولد إلى آخر الأنفاس ديالك فمن دون شك غادي تعبر لوالديك بأنه كنت تبر بهم وغادي يبرك تال هاد الولد غادي يبرك وغادي يكون سبب البرور ديالك في الجنة إن شاء الله تعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله بحول الله نسمعك وعندنا اليقين إن شاء الله في الله سبحانه وتعالى يا في هاد الحلقة الأخرى غدا ديال 31 دجنبر 2016 الحلقة الأخرى أو اللي في الأول ديال 2017 إن شاء الله يا ربي تفتح صفحة جديدة من حياتك على الخير وعلى البر اللي انت كديره وان شاء الله تعالى احنا غادي نحسو وغادي نعيشو معك ان شاء الله تعالى هاد البشرة ديال انك فرحتي هاد الوليد اللي هو ولدك وتأكدتي ليه بانه راه الدعامة ديالو انت بالنسبة لي لو خاك يكبر كتبقى اب انت دعامة ليه في القوة ديالو لما كان قوي ومن قبل مني كان ضعيف ويا الله بديتي كتهزو وهو الحيمة في يديك ودابة وهو في هذه الفترة هذه انت ديما كتبقى بواه وبصاحبه بجنبه هذا احساس انتو سمينو فيك الشريف وخا ما كنعرفوك وخا ما كنعرفو سميتك ولكن ان شاء الله تعالى ببركة الخالق سبحانه وتعالى وبهذا الصفوة اللي احنا حادسينها فيك وحاسينها في قلبك يمكن ان شاء الله تعالى يصفتنا الله ان شاء الله كل علامات الخير ان شاء الله باش نشوفوا هذا الرجل اللي هو رجل لا سكينة ان شاء الله تعالى الله يهديها تهيا ويعافيها باش نشوفهم ان شاء الله في صورة حسن حيت انتبر بهم حيت الله سبحانه وتعالى يقدر يضلك من الناس اللي يمكن يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى لأنك واحد الرجل سعيتي في الخير سعيتي في أنك دائما تنشأ الخير ومن دون شك غادي تسمو فيك إن شاء الله خصلات الخير كلها في هاد السمات من هاد الرجال الصالحين. شكرا لك سيدي ونتمنى إن شاء الله نسمعك بحول الله أملنا ذلك ويقيننا في الله سبحانه وتعالى في الألباب والقلوب. وشكرا لك اللي سكينة على تنتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه
ان شاء الله يعني تنزل الرحمات على القلب ديال هذا الوالد، ونتمنوا لك ان شاء الله تنتي تكوني متفائله بالخير تلقاه ان شاء الله في هذا الرجل هذا اللي هو شيخك ان شاء الله اخويا مصطفى ان شاء الله تعالى. انا كنتمنى زعما بالسماحه اللي في قلبك وبالطيبوبه اللي حسيناها فيك تعطيني رساله لهذا الرجل يعني اللي ممكن يعني تخليه يحس بالاحساس ديالو باللي انت بنته. خويا مصطفى نحس بحكت من الدار، هو الام ديالو شهرين ويا عندي يعني هنا في الدار انا مقابلها كانت مريضه. انا كنبدل ليك واش نغسل نصب نعمر شي حاجه وشك فيها شي حاجه، وعائلته كلها يعني كيشكروني الا انا فعيصاتو كلهم. الاب ديالو 5 شهور هو عندي هنا كيتعالج. انا بغيتك توجهي ليه رساله من بنته انت العروسه ديالو وبنته يعني مرت ولادو. علاش لي خويا مصطفى يخليني غير بيزي مبتو كل ما طلب منك حتى شي حاجه. انا بغيت توجهي ليه نداء من قلبك من قلبك قلب بنته باش يسمعوا هو، لانه من دون شك انه كيسمعنا او لا العائله ديالو حتى هما كيكونوا ان شاء الله تعالى باذن الله يكون مازال فيك كل الخير. شتي الا مازال فيك الخير راه تلقاه، لانه ما تنسيش بان انت واحد المراه مادام انت صالحه راه النطفه ديال داكشي اللي ولدتي حتى هو غيخرج صالح وغادي يربط العلاقه بجدو، وحتى دوك الاولاد ان شاء الله الا كبروا ولاو اباء حتى هما غادي يربطوا بهم العلاقه ان شاء الله تعالى. شي حاجه عرفت شي حاجه هضر لي في شي حاجه يعني كنتلاقاها كنقول عليه النهار اللي كنسوق له الخبرجه. نعم يعني كنحل باب البيسين ندخل عنده كياكل ولا جالس ولا ناس نسلم عليه. الله يجازيك بخير الله يجازيك بخير، هذا لطف منك. انا ما عمري حسست ولادي بجدو داير شي حاجه. الحمد لله الحمد لله. وسادخل البيت وبقى كيسبهم حداهم. نعم كنتمنوا ان شاء الله نتغاضوا على هذا الشيء، لانه حنايا دابا لاله سكينه ان شاء الله غنفتحوا كاملين صفحه جديده على هذا السنه ان شاء الله بحول الله اللي داخله، باش نقدروا ان شاء الله علاش لنا نسمعوا هذا الاب. وكوني شوفي تفائلي بالخير تلقاه، ما يكونش قلبك تنتي. نقول له انا حسبته بحال يعني هذا هو اللي اساسي. حاجه قبيحه هذا هو اللي اساسي. ما عمرك خصك الاديب شي حاجه. هذا هو اللي اساسي اختي، هذا هو اللي اساسي. وبهذه يعني الكلمه انا كما بغيش شي وحده تنها تبا ولا تسب ولا تقصف. نعم. شي حاجه كذلك. هو انا حسبته بحال الله يجازيك بخير. انا ربنا على هذا الشيء. الله يجازيك بخير. كنت كنمشي وكنقول له با شنو شنو كيقول لي هذاك باك. هذا لطف منك. هذا هو باك. هذا هو لطف منك وهذا هو المضمون فيك. وهذا خوك يعني كنقول له لوسيا شنو قال لك، كيقول لي هذاك خوك هذيك اختك هذيك مرت شيخي ديمك كيقول لي هذيك اللي تسليلها هذيك اللي ديري وما عمري طيحت بكلمتها. هذا هو المضمون فيك اختي. يعني كانوا كيجيو هما جالسين في العروبيه وكيجيو ما عمرهم نقصتهم شي حاجه معايا. الله يجازيك بخير. كانوا معايا خاين مصطفى 4 دجاره. الله يجازيك بخير. دابا ولدو صور ولدو جا عندو قال له با هذا الشيء اللي درت فيه حشومه ولدو وحده. مازال ما مزوجش راه عنده قال ولدي با هذا الشيء اللي درت فيه حشومه يعني هاد خونا فين غنلوحو ضربو فرشة قدام الناس. نعم نعم ان شاء الله ان شاء الله باذن الله غادي يرتاب قلبه ان شاء الله تعالى، وغادي يحن وغادي ان شاء الله تعالى يكون كاع كل الخير. غير توسمي الخير وتفائلي به لعل نلقاوه معاك. هذه راه ليله ديال الخميس صباح الجمعه المباركه. شوفي تفائلي بالخير راه يمكن ياتيك الله. نقول الله يهديه امين ان شاء الله تعالى باذن الله. الله يهديه ليا وعلى ولده ان شاء الله تعالى. حاجه وما عمري درت شي حاجه ان شاء الله تعالى. كنخاف الله وما عمري اديت راسي ولا اديت باذن الله ان شاء الله تعالى باذن الله. الله يجازيك بخير وعلى ما قديتش راجلي كنبغي ما قديتش نخليه ونمشي ان شاء الله تعالى. تعالى طبعا اللي هو ولده واللي من دون شك ان شاء الله ما نلقاو فيه الا الخير ان شاء الله. هذه راه حنا متاكدين ان شاء الله بما انه الاسره كتسمع هو تيسمع. انا بغيته صحيح ودابا ملي مرض اللوحه. هذا واقع هذا واقع. هذاك هذا من لطفك ومن كرامك وان شاء الله تعالى باذن الله هذا الشيء ربي غيجازيك عليه قبل من هذا الراجل اللي هو شيخك الشريفه ان شاء الله. شكرا لك سكينه اختي من فاس، ونتمناو ان شاء الله بحول الله ان نقبل على حلقة جديدة من سنة جديدة، وكل البشائر الخير تقدر تحمل لنا في خصوص هذه القضية، لأنه ما أحوجنا مستمعينا الأفاضل أن نتحملوا ونتكلفوا جميعا هذا الأمر ديال الارتباط ديال التواصل ديال الأجيال، تواصل الأسر، راه كيف ما قلت قبيلات بالعديد من المتاعب ديالها، راه كيف ما قلنا ببواتنا
يمكن يكونوا مروا بشي ظروف اللي كانت قاسحة عليهم واللي يمكن حنا كنشوفوا فيها هما باللي قاسحين، ولكن راه شحال من اب يمكن يكون يحاذاه ابنه، ويمكن الاب يكون تاثر عاطفيا بداك الولد اللي يمكن حافاه ولا اذاه، والذي اللي كنتابه الابناء الله يعطيكم الستر، ما تقولوا الا القول الكريم باش ربي يكرمكم باباواتكم الله يعطيكم الستر. السيده لطيفه من الرباط مرحبا بك. السلام عليكم اخي مصطفى. وعليكم السلام ورحمه الله. نشكرك على هذا البرنامج. الله يعطيك الخير اختي لطيفه. نتمنى لي زائد واخا شويه مضطر اسمح لي. مرحبا بك اختي لطيفه بارك الله فيك. نشارك معكم في السيديه هذه. نعم اختي لطيفه. انا دوزت انا وغيرت لي 5 سنين. نعم اختي لطيفه. كنت في الحبس. عافاك حاولي غير تعلي صوتك الله يرحم لك الوالدين اختي لطيفه الله يعطيك. في الحبس شد في الحبس. راجلك تشد في الحبس. مدة 5 سنين ديال الجواج. من بعد مدة 5 سنين الجواج. وشحال دوز هو في السجن؟ خلاني. شحال دوز في السجن؟ دوك 10 سنين باقي له حاكمين عليه ب 15 عام. لا دابا انا ما بغيت نحاول نفهم. واش تا دوزتو 5 سنين من الزواج ديالكم عاد تشد في الحبس؟ لا تزوجنا ب 5 سنين. قفلنا 5 سنين ولد قبض، طرات لي واحد المشكل ولد قبض. دابا 5 سنين ديال الزواج عاد 5 سنين دابا اللي دوز في الحبس؟ لا دوز دوك 10 سنين بحال ندوز انا مع 5 سنين ديال الزواج. انا سمعتك. قلت لك دوزت مع 5 سنين. ايه. ومن بعد ولد قبض. ودوز منها 10 سنين. ايه موراها 10 سنين. يعني بحال الا انت مجوجه به 15 عام ولا شنو؟ اي 15 عام وهو محكوم ب 15 عام. خلى عندي بنيه صغيره عندها 4 سنين. باقي لي دابا 5 سنين. دوكا باقي لي 6 سنين نقولوا 5 سنين شي حاجه مع ما ديما ياخذ 10 سنين 3 شهور 4. واخا. ايوا. وخلى لي كنتوحم بالوليد عندي في كرشي ب 2 شهرين 10 ايام. والبنت خلى عندها 4 سنين. البنت شحال خلى عندها؟ 4 سنين دوك عندها 13 عام. والولد عنده شي 10 سنين هكاك؟ 9 سنين دوك 9 سنين. 9 سنين. الولد. ايوا قلت ليا. اها. وقعيت مدينة أخرى، أنا في مدينة أخرى وفي مدينة أخرى. إيوا ساكنة مع دارهم. وشنو كان شنو كانت العقوبة اللي كان ودع عليها هاد الفترة ديال السجن؟ شنو زعما ماشي العقوبة، شنو هي الحاجة باش راه هو كان دار باش تدان هو ياك؟ ضروري نقولها عادي. هو دابا الضريبه ديالو راه خلاص. قالت شي الحراك شارك مع واحد بالي في الكو ديالو. كنت حسب كانت هاد الموضوع الكبو ديال اعصاب مرات. اها كيفاش قلتي لي باع الفلوكه ديالو؟ باع شي واحد الفلوكه. اها. وداك الفلوكه ما حاربوا فيها شي ناس. ايوا فاش داك السيد قال لي تطور معايا. وهادشي ما هذيك الفلوكه ما عندها اوراق ما ما تي عنده معقد؟ شوائيه. لا شوائيه ماشي ما انت هو ما على يعني كل حال هذه شي امور اخرى. تمشي ليا الاعصاب حتى ما تنترعب. طبيعة الحال واحد كاين اجراءات كدارين في هذا الشيء. ما يمكنش الفلوكه تدخل البحر غير هكاك. على كل حال المهم فهمتي انايا وما هادشي هادشي اللي دابا انت قلتي لنا هو اللي وصلك. لا راه هي هادشي اللي وصلني وهادشي اللي كاين. لي وفي مدينه ولا في مدينه. المهم هو تيحرق بحال هكاك. يو خذ لي وليدات. وكان معه موراها شي تجارب ممنوعات ولا كان؟ لا حرقوا فيها الناس بحال مشاو خارج المغرب. ما يتطوع غلطة الغلطة وندام ماشي. وشحال كان هو وشحال هو كان عايش على هاد الوضعية هكا حراق؟ لا أول مرة ماشي
ما عمرو زعما دار شي حاجة أول مرة. اها سمح لي تعصبت موراها تقبض هوايا مشيت لدارنا قعدت عام وعطينا رجعت لدارهم. اها ايوا ورجعت توكا الوليدات الولد صغير كاع بزاف لي باش يفوش تيسول علي تيقول علاش بابا دار هكا مرات انا 3 سنين تانا ديال العرس. دابا انتي دابا انتي 10 سنين دابا باش راجلك مقبوط؟ اه 10 سنين. وهاد العشر سنين كانت فيها مدة الزيارة ليه بزاف؟ كنتي كتمشي تشوف فيه؟ كنمشي عام العام العام بعيد عليا من العام العام. اه وشحال مدة الزيارة اللي كتشوف فيه فيها؟ مرة واحدة. يعني داكشي اللي كتقدري ديري؟ داكشي تنقدر داكشي. وشحال كتقدري تبقاي معاه ديال الوقت؟ داكشي اللي تيكون في الزيارة ماشي بزاف. شحال هاد الوقت؟ تقريبا شي نص ساعة هكا كل ما كملش. ما كانش هو تيدير شي طلب ديال انه يكون مدد معاك الوقت في الزيارة في السجن؟ ما دام انك ما عمرك شي حاجة. لا ما عمرك شي حاجة. وطرات واخا اللطيفة تتعاود تعيط لنا باش نكملوا البوح ديالك و ديك الساعات يمكن نعيشوا يعني معاك كل مرحلة من هذا الزواج ديالك الأولاني بعدا هاد 5 سنين قبل الحبس وشنو هي الوضعية اللي كان كيعيش عليها الراجل قبل هاد 5 سنين في حياته في خدمته في سلوكه في مواقفه معاك في المحيطين به إلا كانت عندك علاقة بهم بزاف الحوايج اللي خصنا نسمعهم ومحتاجين نسمعهم من السيدة لطيفة. عاد الفترة اللي تقبض فيها الراجل وموراها يعني كيفاش كانت كتقضي الوقت ديالها بلا الزوج ديالها واش كان هذاك الاتصالات بزاف هي اللي كانت كتخليها تعيش في ضائقات نفسية كبيرة والحمل ديال الدراري مجموعة ديال الأمور حقيقة اللي يعني غتكون من دون شك لطيفة من الرباط ما تحتش لنا الفرصة يكون بينا تواصل أرحب بها باش نقدر نسمعها. سي أحمد من سطات. السلام عليكم. وعليك السلام. بير أخوان سطاوة. أهلا وسهلا سي أحمد. لكن نارك علي الخط أخويا تخلني شوية التواصل هذاك الشيء عليه. ماشي مشكلة أخويا أحمد مرحبا بك. بغيت نقول لك أخويا أنا خدت واحد المرأة. شحال دابا العمر ديالك سي أحمد دابا؟ عندي 37. 37 عام. واحد المرأة أخويا كي مولدت شي في واحد العائلة كيديروا هادشي ديال الشعوذة فهمتي؟ اه كنتي قلتي لي هادشي. اه كنت قلت اللي فيها اييه وانا خدتها على طريقة السحر فهمتي أخويا؟ انت كتقول بلي تا هاد الزواج على طريق الشعوذة زعما؟ اه على طريق الشعوذة. ايوا شحال من وحدة تقدمت ليها باش نخطبها وكنلقى فيها شي حاجة كنبعد منها. هادي ما لقيتي فيها حتى حاجة. هادي ما لقيتش. وتزوجتي رغم اني نشدت فيها كلشي. تزوجتي عاد بان لك. السحر ديالها ما عرفت كيفاش اخذتها انا. ايوا. ايوا خويا نهار غادي نعيق بها طريت بزاف فهمتي. كيفاش؟ والشخصية ديالي مشات لي بزاف ديال الحوايج معاها. ما فهمتش. دابا التوكال كان تيتوكلني التوكال والسحور فهمتي حتى التوكال غادي يوقعني في لا دابا هادشي واخا هادشي حنا فرضنا انك كنتي كتاكل ومشيتي عند شي حد وقال لك هادشي زعما اشنا هي المشاكل اللي كنتي كتعيشهم معها انتيا من غير هاد الماكله وهادشي؟ ما عمري كنت مفهم انا وهادشي فهمتي. علاش اشنو كان كيطرى بينك وبينها؟ كانت باغا تنتقم مني. اش كان كيطرى بينك وبينها مثلا؟ الحاجه كنقول لها حاجه تكون بايضه كتقول هي الصفره فهمتي ديما كتهرش ما بيني وبين العائله ديالي ما بين الوالدين وما بين الاخوات ومن بعد فهمتي ومن بعد كتقول لي هضره وهما تقول لي مهضره ومن بعد بحال كانت باغا تنتقم منها ومن بعد
من بعد واحد النهار اضطريت اخويا مصطفى قسما بالله كسبان شنقول لك كسبان بوسه رجليا بالسحورات ديالها فهمتي. في الاول انا كنت احسن منها رداتني ولا هي احسن مني وانا كرف منها. كل واحد فيكم تيشوف راسه هو راه في الماكله وكتلقى التوكال في الماكله فهمتي. وديك السحورات ديالها ما كنتش كندير شي حاجه وعلى بزاف ديال الحوايج ديال الخيانه. واخا هي دابا حتى الخيانه كاينه. الخيانه كاينه كانت تخوني مع ولد عم نيت كنمشي تما في الدار منيت. ولي واخا دابا انا بغيت نعرف الله يرحم لك الوالدين دابا بما ان هي تتقول بانه انت طبعا على حد التعبير ديالك انا ما كنقول حتى شي حاجه بما انك كتقول بان هي خائنه ومشعويده ايوا انت من جهه كيفاش كنتي كتعامل معها؟ كنقول لك خويا مصطفى الله اعلم الله اللي عالم بكل واحد عالم انا ما عمري تعاملت مع شي حاجه خايبه وديما الله اعلم ديما الله فيها ديما الله اعلم كاين ولكن انا والله اعلم خويا مصطفى ما انا عمري ظلمت انا ما كنتش واعي ديما الله اعلم ماشي عالم فهمت اخويا مصطفى ديما شحال هذا الله اعلم غير عمري ظلمت انا كاع كنت مع ما ظلمتها دابا هاد السيده نهار خدتها دابا العرس اللي كنا غنديروه اها تفرتك في الاول هاد المنطقه معروفه بالشعوذة خويا مصطفى وبالسحر هاد المنطقه اللي قلت لك حدا ازمور تندي الشوكه ما بلا دابا بلا ما تقول لنا البلايص لا باش بلا ما خويا يدير الحياه اخويا مصطفى يدير الحاضر من الحائط راه كاين الشعوذة كاينه في الدنيا كامله كاينه ولكن هذا خويا مصطفى بزاف دابا قول لي ودابا دابا هضر معايا على اللي طاري بينك وبين مراتك خلي الناس واللي طاري بيني وبين مراتي كنت كنقول لها الحاجه بغيت هي كتقول لي صافره ديما نكون انا فرحان هي تكون طالع لها الدم نكون انا طالع لي الدم هي تكون فرحانه صاحبي مع الدار مع الوالد والوالده ومع الخوات فهمتي وكانت تحرشهم عليا اخو مصطفى واخا من بعد شحال دوزتوا انتم في هذا الزواج ديالكم؟ دوزت في عامين وطلقتوا؟ طلقت في 2012 وشنو من وراء الطلاق؟ وطلق اخويا مصطفى انا مره داتني في حياتي هاد السيده انا ما عرفتش واش دايره ليا انا مشيت لواحد المره كتحيد التوكال وداك الشيء وقالت لي هادشي قالت لي عندك توكال بالسحر ديالو واخا ها هي قالت لك هادشي دابا بزاف ديال الحوايج ما بقيتش كنجمع لا فلوس لا والو مع حياتي ضاعت لي اخويا مصطفى وانا مخاسم مع الدار دابا لحد الان ما عمرني درت مع الدار وما يمكنلكش تعلق الشري في داك الشيء اللي فيك انت ديال الضعف وديال المشاكل بوحده اخويا مصطفى راه درتي الكرة ما بين دارنا وما بين حيت ما نطلب من الوالد والوالده ما خليش ما درت معاهم بس لي مراته ما خليش ما درت معاهم والو هي دابا حيت المرأة باغي يطلقني وباغي يجيب واحده اخرى بلاصتي وقال لي هي دابا حيدات من حياتك ما بقات كتربطك بينك وبينها حتى شي حاجه مفروض ان حياتك تولي مرهونه بحوايج اخرين مفروض ان حياتك فهمت اخويا مصطفى هادشي اللي دايره لي يعني واخا هي دايره لي عاد واحد المره قالت لي راه دايره لك السحر بشكل حيوان فهمتي مشي لواحد المره اخرى كانت حيدتي التوكال قالت لي راه دايره لك السحر بالتوكال ديالو سيدة ما فهمتهاش انا ولكن انا حلمت بها اخويا مصطفى شنو غيطرى بها وقفز واذن الفجر ايوا الله يغفر لك الشريف الله يغفر لك الشريف راه اللي قال لك كيقدر يقول عليك هذا هو الواقع دابا راه حتى هي مشات عنده مشات عندها وقالت لهم انا راه باقي مجوجه به واخا انت طلقتي انت ويا راه غتقول لها راه داير لك وموكلك والله يغفر لك الشريف وديها في حياتك اللي جايه نتمنى من الله اخويا مصطفى ينسينا هادشي اللي كاين يا الله خويا ما بقاش ميستري لي حتى حاجه اخويا مصطفى الله يسبدا نجمع الفلوس وكنت بزاف ديال الحوايج دابا والو ولا الحد بالقدر توكل على الله صاحبي راه ماشي راه الله سبحانه وتعالى توكلنا على الله اخويا مصطفى ما بقاش دير لي حتى حاجه في الحياه غادي نتاهر بزاف ديال الحوايج راه طبط راسي بزاف صبر شويه صاحبي راه كاين شحال ديال الناس كيتعرضوا لمحن كثيره وكتضيع عليهم شوف شوف بعدا غير هذا الراجل اللي باه هو وياه ما فهمت القصة وكنشكر ديك السيدة الصراحة إن شاء الله تعالى السيدة ضحات معاها نتمنى من الله باش ما تخونوا الصراحة وفهمت اخويا مصطفى هذا هو تنتمنى ان شاء الله السيدة عجباتني مسكينة وعذرة لله هذا هو شكرا لك انت بزاف على التواصل ديالك اللي هاد السيد اللي الوالد ديالو هو وياه تيعيشوا محنة بجوج فتنتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يطبع الله قلبهم بالخير بجوج ويتصافى وروح السماحة تكون بيناتهم وهذا الراجل يتوكل على الله راه قال لنا الله لو توكلتم على الله حق توكلي لرزقكم كما يرزق الطير مني تبغي تخرج شي حاجة ولا تبغي تدير شي حاجة استخر الله وتوكل على مولانا سبحانه وتعالى وشوف ربي لما يسر لك فيها سعى وليني بلك الدوب الجد حيث السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة توكل على الله والعمل
واحد أيضا من الأصدقاء ديالنا ارتأى أن يكون معنا في هذه الحلقة المباشرة. سي حسن من الدار البيضاء، أهلا وسهلا. السلام عليكم سي الحاج. أهلا وسهلا سيدي، الله يكرمك. كيداير مع الصحيحة؟ الله يبارك فيك بارك الله فيك. الصغيرة؟ الله يبارك فيك بارك الله فيك. كيداير مع هذا البرد؟ الله يعطيك الخير بارك الله فيك. سلام الحار لجميع الأصدقاء ديال الإذاعة الحليمة إن شاء الله الرحمن الرحيم. الله يكرمك جميعا كبارا وصغارا نساء ورجالا. الله يكرمك أستاذ حسن بارك الله. وندخل فهاد الأخت سكينة. نعم. لألماتنا. نعم. أنا كنتوجه من هذا المنبر. نعم. لهذاك الأب ديال ماشي الأخت سكينة، الأب ديال هذاك السيد اللي مريض. نعم. إذا كان كيتصنت لنا يعتبرنا خوتو. نعم. أنا رجل في عمري 57 عام. نعم. وكنتوجه لي من هذا المنبر هذا بحال خوه. نعم. وكنقول ليه ارحم من في الارض يرحمك من في السماء. ارحم من في الارض يرحمك من في السماء. الدنيا يا اخي صغيره جدا، الدنيا صغيره جدا. ولا تعطي ولدك هذاك البيت صغير في الدنيا. وانا كنقول لك من هذا المنبر كن واقع الحدث ان الله سبحانه وتعالى غادي يجازيك بقصر في الجنه. الله الله. ونتمنى يا اخي نكون انا وياك في هذه الليله السعيده وهاد الاصدقاء ديالنا كلهم ديال الاذاعه ونتلاقاو في الجنه ان شاء الله. وستشهدوا لي بهذا المقال وتقول لي يا خويا حسان راك انت قلتي لي هذيك الكلمه ورا انا وفيت العهد ديالي وهانا خديت قصري يا خويا يا الله. وغتاخذوا ان شاء الله ان شاء الله. شوفي اخر هذاك الولد عندك راه الله سبحانه وتعالى رحمه دابا الا بغى يصلي ما يتوضاش وما يصومش ومحسوب ليه ثواب وغفران الصيام. تماما تماما. ومحسوب ليه بزاف ديال الاشياء ربي رحمه. تماما. لقله صحته. تماما. وخويا نقول لك واحد الحاجه اخرى، وراه الدنيا قصيره وتصور شي نهار يا خويا وتدلى بك الايام وتكبر وهادوك البنيات ديال هذاك السيد هما اللي هزوا المآل ديالك هما اللي هزوا بك. تماما. سولني انا على الدنيا. الدنيا صغيرة جدا. نعم. صغيرة جدا. نعم. وهادشي كلشي غيبغى تعاود. نعم. أنا كنت وصل لك من هذا المنبر. نعم. رحمه يا أخي ولا الله غير رحمك إن شاء الله الرحمن الرحيم. الله والله لا يضيع أجر المحسنين. نعم. وأرجوك أن تكون من المحسنين. نعم. يا أرحم الراحمين يا أخي يا رب العالمين. يا الله. الله يجازيك بخير من هذا المنبر هذا. نعم. وديك السيدة الله يعينها الله يعطيها صحة باش تقاوم والله يجزيها بخير. وذوك الوليدات الله يصلحهم. أمين. والله يكبرهم في حضنها. أمين. والله يوصلهم للمبتغى اللي كتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم. أمين ان شاء الله. وكنتمنى من ذاك الاب وذاك الاخ. نعم. هداية من الله. نعم. راه الدنيا صغيرة وراه ما عرفناش احنا من روسنا احنا من دابة ومن ساعة ومن غدة ومن سيمانة ومن اسبوع ومن شهر اش غادي يوقع لينا احنا في حياتنا وشكون اللي غيهز المآل ديالنا. تماما. وكنرحموا ناس باش يرحمونا ناس. عطف قلبك الله يجيب القلوب اللي تعطف علينا وعليك يا رب العالمين ان شاء الله تعالى يا كريم يا الله ان شاء الله تعالى يا ربي. الله يكرمك أصدي حسن يعني على هاد المداخله الطيبه ديال كيف ما عودتينا دائما على مداخلتك مني عرفتينا وكيف ما عرفناك سي حسن يعني. اما بالنسبه للاخت فاطمه الزهراء. نعم. اللي راجلها ما نلقبوش بشي حاجه خيبه. نعم. نتمنوا هذيك المراه. انت وناس. شوفي اختي الحياه الدنيا كبيره وواسعه وعريضه. نعم. ما تزيديش اختي في الحياه بحال ما هكايا. نعم. انا كنعرف انا دوزت حياتي وكنعرف ناس كيتاخذوا هاد المهن كاع كيصيفطوا عيالاتهم وكيديروا الصداع بانهم عندهم كارت زواج. نعم. وكيديروا بزاف ديال هاد النوع هادو. نعم. وهذا الشيء اختي ما يليقش لك. نعم. عيش وليداتك في الحلال. والله يعطيك الحلال والله يعينك عليهم ان شاء الله تعالى. هادشي اللي غادي نقول لك ان شاء الله تعالى. اما بالنسبه للاخ احمد. نعم. اللي كيعيش دابا مع اخته. نعم. وقال لك السيد اللي من الامازيغيين. نعم. اللي قال لك بان راه كيعيش مع اخته. نعم. انا كنقول له من هذا المنبر. نعم. راجع نفسك راه مادام اختك تهلاتك وسمح لي. نعم. لي مش من اتخذش الشك في الدم ديالي. اعتذر. نعم. مادام اختك تهلاتك انا كنقول واقيلا فاش كنتي كتخدم وكنتي كتمشي لتونس وكنتي ميسر
كنتي كتلتفت العائله ديالك اكثر من ولادك ومرتك. وهذا علاش دابا لقيتي اختك وما لقيتيش مرتك وولادك. وحاول تشوف الصلح، راه الصلح اولى يا اخي، راه الدنيا قصيره. راه غدا نموتوا صح. كيفاش يا اخي كتسول مول 1000 عام وتيقول لك كانني دخلت من الباب وخرجت من الباب، شحال غنعيشوا حنا؟ نعم. مول 500 قال كذلك. نعم. شحال غنعيشوا حنا؟ نعم. شحال غنعيشوا؟ 80 90 وغنمشيو عند الله سبحانه وتعالى. ودابا دابا وليداتك تبارك الله تولدوا تزوجوا كبروا. يعني راه تعدك غير شي حاجه بسيطه وغترجع مع مرتك، يعني غير راجع نفسك. كما كنرجع لعند اخت نعيمه اللي من العيون. نعم. اللي كنشكرها. نعم. وكنمتن ليها. نعم. ما اعطتني من 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 تعبير. نعم. اشكرها من هذا المنبر. نعم. شكر جزيل. الله يبارك فيك اسي. اما بالنسبه اسمح لي طولت عليك. مرحبا تفضل اسيدي تفضل اسيدي. اما بالنسبه للاخت كوثر اللي عندها السكنه ديالها وكتخلع. نعم 27 وين نسولها على خوها. نعم. واش خوك ما كيجيش عندك؟ واش انت ما قريباش منه؟ نعم. كاين عده اشياء. تقدي تبيعي وتلاقيتي خوك وديري انت وخوك. انا ما فهمتش علاش انت مفاطه بعدين انت مع خوك، خوك في جهه وانت في جهه. هذو اول اشياء. قلت هي مجوج مجوج عايش مكون اسره، ربما هذا هو الدافع اللي قلت. اذا كان مجوج ومكون اسره. انا كنقول لك في العوض تقولي في العوض تطلبي الطلاق قولي رجعي لله سبحانه وتعالى. صاحبي مع الله. حتى حاجه ما غادي تمسك. حتى حاجه ما تقرب لك. ان شاء الله تعالى. صاحبي مع الله وديري ثقتك في الله. وما تخافيش. حتى حاجه ما كتلوطك، حنا ما عايشينش بغابه. هذه راه بلاد. نعم. كما كنطلب من الاخت توريه اللي من السماره. فعلا اللي عشنا معاها. انا كنقولها جوج كلمات. نعم. الصبر. الصبر مفتاح الفرج ان شاء الله تعالى باذن الله. اما بالنسبه للاخ اللي من دار بوعزه هي اعطتنا مثال يعني في الصبر، واعطتنا مثال ايضا في الوفاء في الوقت نفسه. من طبيعة الحال. نعم. ولكن كنزيد ناكد لها لان هذاك هو الباب. نعم. للفارغ في الجنه. نعم. هو باب الصبر. نعم. اما بالنسبه للاخ اللي من دار بوعزه نعم، الله يشافي لك الزوجه ديالك. امين. الله يشافيها ويجبر عظمها. امين. الله يشافيها ويجبر عظمها. youtube.com/mfmhd. أما بالنسبة للأخت اللي هضرات البارح اللي ولات لاباس عليها وفرحاتنا. نعم. الله يزيدها الصحة في الصحة وقوة في قوة. أمين يا ربي. ونعم المرأة. بالفعل. كما ألتمس من حضراتكم. نعم. الصحة والسلامة لجميع الإخوان ديالنا. نعم. منهم الأخ الجناتي. بالفعل. منهم رئيس المصلحة ديالكم. نعم. الحاج عندي بلا مشترك. شكون مشى لي الاسم ديالو؟ الحاج ديالكم رئيس المصلحه ديالكم المدير العام ديال الرئيس المدير العام. رئيس المدير العام الاستاذ كمال الحلو. كمال الحلو الله يجازيك بخير. الله يكرمك اسيدي. وعذرني راه لحقاش عذرني التمس العذر. نعم اسيدي. والاخت زهره الله يكرمه حتى هو يعني اللي فتح لنا الباب ديال التواصل مع الناس، وفي الوقت نفسه الناس يعني فاتحين قلوبهم معنا يعني فواحد الاذاعه عائليه كهذا الشيء معهود الحمد لله في وطنيته وفي صدق تواصله مع الناس. نعم سيدي. سي الحاج. نعم. انا التمس منكم الى قالوا لك هذوك الناس البارح خاص هذه الاذاعه دير كتاب. نعم. على هذا الشيء اللي داز. نعم. انا عرفت اش كنقول انا. نعم. انا كنمشي لاتجاه اخر. نعم. انا التمس من الحكومه اللي غادي تصوب دابا وغتقاد. نعم. شد الام اف ام وتجي ليها وغتعرف جميع الاحتياجات اللي خاصها لهذا الشعب. بدون شك. غتسهل عليها الخطوات كاملين. نعم. جميع الاحتياجات اللي خاصها لهذا الشعب كاينه في هذه الاذاعه. نعم. في جميع البرامج. من دون شك. وغتسال على الحكومه البرنامج اللي باغي تسطر برنامج باش تمشي به هاد البلاد. هنا من غدوز هذا هو الباب عاد فين تدوز به. لان هاد المؤسسه جمعات ما هو متعلق بالطب، ما متعلق بالتعليم،
جميع الاحتياجات الاجتماعية وجميع احتياجات اللي ذوي الاحتياجات الاجتماعية وجميع الناس اللي في الهشاشة وجميع الأوضاع حتى الأوضاع ديال الناس اللي خارج الوطن. نعم بالفعل بالفعل. أنا هادشي فتنا حنا الكتاب. هذا منهج دولة. بالفعل. إذا دولة بغت تسطر واحد المنهج وبغت تمشي عليه هاملين تاخذ النقاط من هاد المؤسسة العظيمة. اللهم لك الحمد يا رب. وكنتمنوا في هاد الليلة مع هاد المؤسسة هي مفتاح. وكنقولوا يا فتاح افتح لهذه لرئيس افتح لصاحب الجلالة إن شاء الله الرحمن الرحيم إن شاء الله. ولنا ولإخواننا وللمغاربة أجمعين صغارا وكبارا خارج هذا الوطن وداخل هذا الوطن يا رب يا نساء ورجالا مغاليق الأسباب والأبواب وكشف كوبهم ونور حياتهم واغفر ذنوبهم وافتح لهم أبواب فضلك ورحمتك وعطائك أنت خير الفاتحين. سبحانك. اللهم بارك لنا في ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تشغلنا يا ربي بغيرك ووفقنا لحمدك وشكرك وأدم علينا عفوك وسترك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سي حسن يعني انت عشتي معنا لسنوات عدة في هذه الإذاعة وفي تواصلتنا الليلية وعرفنا منك حبر كثيرة استخلصناها من كيفاش يعني الحياة وخك يقدر يكون الإنسان في منشأ يقدر يعرف فيه متاعب في الحياة دياله ولكن مع ذلك البدرة الطيبة للإنسان كتكون من الفطرة ديالو إلا كان مجبول عليها وقوة في الخير يمكن أنه قاعدك شي اللي حافه به الناس وما يحافيش ولو أنه تعرف بزاف ديال المراحل اللي كانت في الضعف ديال حياته. يعني كتير من الخلاصات احنا استفدنا من التجربة ديالك. أنا بغيت نعرف شنو ضاف لك أنت البرنامج. نعم شنو ضاف لك البرنامج هاد السنوات كلها وانت معانا يعني من أصدقائنا الأوفياء وشنو الإحساس ديالك خاصة اللي تيمكن يخلج قلبك في هاد العام هذا من القضايا اللي انشغلتي به ومستأثرتي بالاهتمام به سي حسن؟ أنا كي القضايا اللي كيضروني كيألموني كي القضايا اللي كيفرحوني وكي القضايا اللي متهمشة غير ناس وحنا كيف كتقول انت مع ذلك ما لكم كنلوحوهاش في سله المهملات حتى هي كناخذوا بها. انا دخل واحد المدرسه سي مصطفى كنزيد نتعلم. نحن ضعفاء احنا من الطبع ديالنا الانسان ضعيف القوي هو الله سبحانه وتعالى. احنا ديما خصنا المزيد. شوف السي مصطفى هاد الناس اللي في الارض راه اللي عدوا السما باغي الارض واللي عدوا الارض بغي البحر. الله يرزقنا القناعة والكفاف والغنى عن الناس يا رب العالمين. وشنا هي هاد السنة ديال 2016 القضايا اللي فعلا كانت بالنسبة لك يا محتاج انك تعرف جديد عليها ولا تطمئن عليها يا محتاج انك مثلا تكلم بزاف الناس وتقول لهم انا من اللي مازال كنت تفكركم وزعما تحيي بهم الصلة ديالك سي حسن. عدة أشياء السي مصطفى. شنو هما القضايا اللي يمكن كاين تراكم كاين تراكم كثير. وشنو كاين تراكم كاين الناس اللي في السجن غير هكاك اللي هباء منثورا يا ما في السجناء مظالم. عشنا معاهم عشنا معاهم وكاينين الناس عرفتي السي مصطفى راه فترة طويلة جدا راه سنين. بالفعل راه سنين السي مصطفى. وكاين القصة اللي كتنسيك في قصة كاين المشكلة ما احنا ما نقولوش قصة نسميوها مشكلة اللي كتنسيك المشكلة الأخرى اللي كانت أجبر منا. بالفعل بحال ديك المشكلة اللي قالت لنا ديك السيدة اللي تلاقات مع ديك السيد وفي الأخر لقاته عمها وتزوجات به وولدات ولقاته عمها راه مشكلة. بالفعل كيفاش غادي يقول شي اش غايقول شي. بالفعل يا أخي حتى الأسماء والأذكار كيفاش غادي تكون. بالفعل عرفنا بانك عرفنا في هذه المدرسه هذه عده اشياء. بالفعل انا عشت في الدنيا بزاف ديال المشاكل وبزاف ديال الحوايج
ولكن في هذه المدرسة هذه تعرفت عدة أشياء، عرفت حتى كيفاش نتصرف مع أولادي، عرفت حتى كيفاش ما نطيعش في المستنقع اللي طرحوا فيه إخوان قبل مني أنايا. نعم صحيح، لأن خدامنا الليل بالفعل وكيبقى أولادي بوحدهم وخصني نعرف هذه المآدير ولادي. أنا بلا غادي في 10 سنين في الليل يعني غادي قد البرنامج هذا هو اللي كاين. أنا عمري البرنامج في الليل يعني طبعا بسنة زائدة يعني 11 سنة. قلت لك أنا غادي في البرنامج غادي معاك، أنا طالع هنا في 11 بحال هذا الشيء اللي كاين. ما كاينش طالع فيه كنتمنى له المزيد ان شاء الله بمديد عمرك. مصطفى بمديد عمرك ان شاء الله. قلت لك واحد الخلاصه، نعم، اذا كانوا الناس يقول لك هذا في هذا البرنامج خصنا اللي قال لك هذاك نديروا له لوحات من حقه لانه هو يا رسام، وهذاك اللي قال لك غنديروا كتاب هو كاتب يعني مؤلف او كاتب او قارئ او كيتعطى الكتب، نعم، ولكن احنا مواطن انا مواطن ضعيف، كنقول الا لقيت شي واحد من شي حزب من الاحزاب اللي في هذه الحكومه بغاني ننتخب عليه وغيمشي على هذا المنهج على هذا ويصلح هذا الشيء اللي كنسمعوه في هذه المدرسه العليا، انا من الاول المنتخبين عليه. الله يكرمك، ما يعتني بك. لحقاش إلا صلح هذا الشيء اللي كيدوز في هذا البرنامج، راه عملتك بالإجمال، إلا صلح هذا الشيء كيدوز في البرنامج راه صلح البلاد كاملة. الله يجازيك بخير. صلحات كاملة، وعلم من الكتاب. نعم. وعلم من اللوحات. أنا قلت لك حنا بحال غنسهلوا عليهم، بنادم يبدا يقلب البحوث غنسهلوا عليهم البحوث. بالفعل. إلا جاو لهاد المدرسة لقاش هاد المدرسة كنتصنت البرامج ديالها تقريبا كاملين. فيما ارتاحت ديال الفرصة كنتصنت البرنامج. تصور لك واحد الحاجة، حتى الفكاهة فيها، حتى الفكاهة في هاد المؤسسة فيه تواصل. تماما. وفيه فائدة. تماما. حتى الضحك. تماما. ولكن اللي كندوي مع الناس ذو العقول. تماما تماما، ذو العقول ملي كتوصل لهم الهضره كيفهموها فين غاده وفين جايه. نعم. عندهم لا بالون، عندهم ميزان، اسمع لي. نعم. عندهم الميزان. نعم. ديال الكلام هذه الاذاعه المدرسه العليا اللي كنسميها انا مدرسه عليا من هذا المنبر. هذه المدرسه العليا راه فيه هي واحد النموذج عالي، لحقاش عرفنا جميع الوقت. لحقاش انت ملي قلتي سولتيني سؤال وما قدرتش نجاوبك عليه، عرفتي علاش؟ نعم. لان ما خلاتش حيتيات، ما خلاتش دوينا مع المرضى، مع السجناء، مع الخائنين، مع المخمرين، مع القمارين، مع النزهاء، مع النبلاء، مع القضاة، مع جميع أصناف هذه البلاد. تماما. إذن أش خسنا هنا؟ خسنا يجيوا هذوك الناس ويجيوا لهذ المدرسة وياخذوا باش يخدموا. واقع الحال هو هذا. باش بغاو يخدموا هذه البلاد. هذا هو المنهاج كاين هنا. هذا هو السعي ديالنا حنا في الراديو ديال إذاعة أما فهم أن نكون إذاعة مواطنة راه هي مواطنة ولا فتحت ذات المواطنة. نعم. على هذه المرأة اللي مسكينة دابا كانت ساكنة في بيت. نعم. حتى ولات في الزنقة. نعم. وهي مغامرة ما كتطلبش. نعم. ما كتسعاش. نعم. كتكد. كتجاهد. ونعم المرأة. ونعم المرأة. علاش أنا ديما كنقول شي واحد كيقول لي امي مطلقه وانا عشت يتيم ودارت، اش كنقول لي انا السي مصطفى؟ نعم. كنقول لي التمس لامك عذرا يا اخي. تماما. راه المراه مغلوبه في الامر ديالها. تماما تماما. ما كتعرفش الظروف وهذاك الزمان وهذاك الوقت. نعم. كيفاش كانت عايشه هذيك امك؟ نعم. كيفاش هذيك امك حتى واش تفرقات عليك ولا داتك معاها ولا كيفاش تكرفصات عليك؟ نعم. كيف قال لنا سي احمد اللي من اسفي. انا راه ما كاين، انا راه هذه الاذاعه لا
عندي مكتوب في الجبين اللي من هذا المنبر تنقول لي سعداتك سعداتك تهلاتي في الكنز توصلتي لبلاصتو ودابا جبد مع راساتك راك زرعتي الحلو وغادي تحصد الحلو ان شاء الله تعالى هذا ما قاله الله سبحانه وتعالى وبالوالدين احسانا من دون شك ما كاينش شي حاجه من غير هذه وكنتمنى كنتوسل هذاك الراجل الا كان كيتسلط ليا الله يرحم ليه الوالدين الله يدخل علينا وعلى هذه السنه ان شاء الله الرحمن الرحيم بالصحه والسلامه وباش ما كيتمنى يا ربي الا ما يفرحنا ويخلي الاخت تعيط علينا وتقول لنا على ردوا لبلاصتو ما عندناش حنا الجد وبعيد علينا وخل كيف سيقول السي مصطفى وخا نعطيو اليوم وغدا وبتغدا وبتغدا ما كيعياش اللي يشد وما يعياش اللي يعطي وحتى المراه الحمد لله هي قالت لنا بكل صراحه قالت انا ما محتاجش لكم حتى خوتي حتى واحد ما محتاجش يعطيني شي حاجه انا رانا كنجاهد وكنكد تبارك الله هذه وصلت لك واحد الميساج الاخت ديالنا اللي في سميتو الاخت ديالنا فاطمه الزهراء وصلت لها ميساج قالت لها انت راه كاين الميناج كاين البغرير كاين المسمن كاين الحرشه كاين عده اشياء عده احنا ما كنديروش الاشاره لهذا الشيء اسمح ولكن كاين عده اشياء اللي كدار في الدنيا وما تعيش في الدل ما تعيش في دل شي واحد عيش في دل الله سبحانه وتعالى لا عشي في الدل ديال الله سيضل لك يوم لا دل إلا دله سبحانه وتعالى دل لله ليش غندل للعبد بحالي بحاله ندل لله سبحانه وتعالى نبكي على الله والله يدخلت السنة السعيدة إن شاء الله الرحمن الرحيم نعم سيدي ونحن كنآمنوا بجميع الرسل تماما اللهم صل على سيدنا محمد وكنآمنوا بجميع الرسل عليهم السلام نعم ومن هذا المنبر هذا نعم هذه السنة السعيدة الله يدخلها علينا وعليكم نعم. وعلى جميع المستمعين بالصحة والسلامة كل واحد باش ما يتمنى إن شاء الله تعالى إن شاء الله أحمد خير إن شاء الله تعالى الله يكرمك سيدي حسن وشكرا على هذا التوقيع اللطيف منك طبعا احنا دائما على صلة وصل بالعديد من أصدقائنا الأفاضل وصديقاتنا الفضيلة في ارتباط بالعديد من أصدقائنا اللي عبر الصفحة الرسمية راديو ام اف ام اوفيسيال سي مولاي اسماعيل مساء النور احبتي في الله وليله سعيده وجمعه مباركه تحيه خاصه عنوانها المحبه للاستاذ مصطفى الهرد الله يكرمك سيدي والمخرج محمد عادل الاذن الصاغيه لكل قلب مجروح شكرا لكم السلام عليكم اخي مصطفى الهرد وكل طاقم اذاعه ام اف ام مخرج محمد عادل وإذاعة أم أف أم إذاعة العائلة المغربية بامتياز أتمنى لكم مجيدا من العطاء والاستمرارية صديقكم الوفي هشام من مدينة بوزنيقة مرحبا بك أخي هشام صفاء من مدينة الرشيدية مستمعة وفية لكم أخي مصطفى شكرا لك على الوفاء والصدقة ديالك الأخت الكريمة وتحياتنا لكل سكينة الرشيدية جمعة مباركة لأخ مصطفى الهردة أخي محمد عادل وكل أمة المسلمة جمعاء آخر جمعة من هذه السنة أتمنى من الله عز وجل أن يشفي كل مريض وأن يرحم كل من تحت التراب ويطلق سراح كل مظلوم ويفرجها على كل مكلوم وأن يكون سمير الليل فرجا لكل مهموم وطبيعة الحال من الرسائل الرقيقة اللي تلقيناها ويضيف كذلك زيادة في الراحة والصحة للقلوب الطيبة أخوكم في الله جواد من مدينة ميسور شكرا لك يا صديقنا الفاضل لكل الساكنة ديال ميسور وكل المستمعين هناك هنالك رسائل تتقاطر على صفحة راديو ام اف ام اوفيسيال على الفيسبوك سي هشام بلهي تحية طيبة لك اخي مصطفى الهردة المخرج محمد عادل ولجميع المستمعين الكرام ومسية سعيدة للجميع طيب تنتم أصدقائي الفيسبوكيين وصديقاتي الفيسبوكيات يمكن لكم تخليوا بعض من رسائلكم
شنو هي القضايا طبعا اللي استأثرت بالاهتمام ديالكم في هذه السنة هذه اللي ديال 2016، يمكن تكون مجال وفرصة أيضا لاحتوائها لمعاودة التواصل معها بكيفية يمكن لنا مستمعين الأفضل نعرفوا ونطمئنوا على أحوال كتير من اللي باحوا وفتحوا قلبهم واللي طبعا خلونا معهم بكل وفاء في ليالي ساهرة مباشرة واللي كان نبع البوح ديالهم من واقعهم من تجربهم الإنسانية. هكذا متابعين الأفضل لقاءنا كيتواصل بالعديد من المستمعين طبعا أصدقائنا الفيسبوكيين وصديقتنا الفيسبوكية راديو ام اف ام اوفيسيال، طبعا عنواننا على الفيسبوك والإمكانية ديال التواصل بالأسماء ديالكم واردة من خلال رقمين هاتفيين اللي هما 05 22 31 33 33، ولا الرقم الثاني اللي هو 05 22 30 30 00. هي زوج ديال الأرقام اللي حنا بمعية المستمعين الأفاضل طبعا كان نأسل هذه الصحبة الإنسانية اللي احنا فيها في الثلث الأول لتواصلنا المباشر مع الكثير من أصدقائنا الأفاضل طبعا والصديقات الفضيلات في حلقة تعد هي الحلقة الرابعة لهذا الأسبوع، حلقة ما قبل الأخيرة في الأسبوع، والحلقة أيضا ما قبل الأخيرة في سنة 2016. كنذكر حضراتكم باللي غدا إن شاء الله للجمعة صباح السبت غادي يكونوا معنا واحد العدد ديال المستمعين بشكل مباشر من أثير إذاعة أم أف أم، فيهم اللي شحال هذا كان باح لينا بغينا نعرفوا شنو هو الجديد اللي عنده وشنو ضاف ليه البرنامج، شنو هي الأفكار اللي خدا بها، شنو قدر ينفعوا من بوح، شنو هما الحوايج اللي قدر يبني عليهم دابا سواء الأهداف ديالو لا على المدى القصير ولا الطويل ولا المتوسط، شنو هما الحوايج اللي قدر يعول عليهم ولا شي تجربة يقدر يستفدوا منها بزاف ديال الناس اللي ممكن تعلمنا احنا كاملين ونقدروا نستخلصوا منها كيفاش بعض المرات الإخفاق والفشل كيخلي الإنسان يكون عنده الحافز باش يقدر ينجح باش البارح ديالو ما يكونش هو غدا، باش اليوم ديالو فرصة باش يمكن ينساوط ويصفح البارح وياخذ منها العبرة باش تقدر تحط قدامه باش يمكن ياخذها شعلة متوقدة في حياته تنور طريقه للسنوات ولا الغدا اللي ماجي. غدا ان شاء الله ملقانا بحول الله نقدروا نتواصلوا في سنة الاحتفاء براس السنة بطريقة يعني اللي تخلينا نكونوا جامعين فيها الحصيلة ديال التواصل ديالنا لا مع الناس اللي نقدروا نربحوهم في التواصل ديالنا معهم واللي هما طبعا الإخوان اللي غادي يمكن يحكيوا لنا التجارب ديال الإخفاق والفشل كيفاش علمتهم أنهم ينجحوا من بعد باش يقدروا يقدموها عبرة، شكون هما هاد الناس اللي غادي يكونوا معنا وغادي يقدر البوح ديالهم يعلمنا كثير كيفاش الانسان يقدر ينحت يعني واخا من الصخر يعني راسه مكان في هذا المجتمع، كيفاش انه يقدر يكون انسان وسط الضيق وسط المتاعب وسط الانحراف وسط كثير من الحوايج اللي يمكن واجهاته ولكن قدر على انه يخلق من ارادته الغلابه قوه باش يقدر يعاود ينطلق من جديد باش يمكن يدرك باللي الحياه واخا هذيك بعض المرات اللحظات اللي كتجي لكل واحد تيبغي غير ينزل عليه ريده كيف ما كنقولوا ويضربها بناسة، كتجي شي حاجة كتوقده وكتفيقه وكتقول له فاق راك حي ما ميتش الشريف. هاد الناس غدا بغينا نسمعهم ان شاء الله باش يقدر يكونوا حافز لينا في 2017 وماشي غير بالكلام، لا بالواقع ديالكم بالتجربة ديالو اش قدروا هما نسمعوهم تيحكي وتيبوح. والإخوان اللي نسمع منهم كيفاش البرنامج فادهم، كيفاش قدر يتمر أفكار، كيفاش يقدر أنه يعينهم على أفكار وآراء كثيرة قدر، لأنه منسوش راه نتوما دابا اللي بحثوا وديتوا الفائدة والغاية تنتوما راه خصكم ما تخليوهاش عندكم،
مخبينا خصكم تعيطوا لنا باش تقولوا لنا فين راكم وكيف نتوما وشنو هي الافكار اللي قدرتوا تستفدوا منها باش تقدروا تقصروا المسافه على واحد اخر يقدر يكون جاي. يلاه بدا في شي تجربه يعرف شنو كاين وعرف كيفاش هو الطريق لان دابا يمكن نتوما كنت طالت عليكم الطريق غنقدروا ندوزوا المشاعل من واحد لواحد باش نقدروا نتجاوزوا اعطابنا باش ما نقدروش نكثروا فيها باش حتى هذيك الاعطاب تقدر توقف في واحد المده يعني غتوقف في واحد المده طويله اللهم نقصروها حيت دابا منكم نتوما منكم نتوما اللي حكيتوا واستفدتوا من الاراء المستمعين نتوما اللي غدا بغيناكم تنقلوا التجربه ديالكم لوحدين اخرين وقولوا لهم شنو تعلمنا وشنو خدينا وشنو هي الافكار ديال الناس اخرين اللي سبقونا ولا اللي سبقوا وجهونا في الوقت نفسه واللي قدروا انهم يمنحوهم يعني هكذا نوع واحد من نوع من التدافع نحو الخير كل واحد فينا يصرف الخير في الاخر بناء من هذا التواصل الانساني وان شاء الله يكون هذا واحد من اللبنات والمكونات ديال 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 تاسيس هذا الالتحام وان شاء الله تخليده عند الله سبحانه وتعالى ثم عندنا هنا في هذه الحياة وحنا كاينين فيها كلنا متواجدين في لحمة هذه الصداقة اللي كنبنيو الأواصر ديالها من هذا الراديو من أثير إذاعة أم أف أم إذاعة العائلة المغربية بامتياز الإذاعة المواطنة الإذاعة اللي دائما متتبعين الأفاضل منبع صفائها روح الرجل المواطن ومنبع صفائها مستمعين الأفاضل الإدراك اليقيني على بعد تاقب باللي كيمكن نكونوا في هذا الراديو هذا مشروع لمجتمع مشروع لتنشئة لحياة لصحة نفسية لمجال أرحب لتلقي كل الإمكانات المتاحة للروح لخلق الروح المبادرة لخلق الروح اللي دائما تقدم خدمة كبيرة للناس. سيدة سادتي احنا على أثير إذاعة أم أف أم الإذاعة الأقرب قلوبكم في هذا الثلث الأول من هذا التواصل الإنساني الساهر والمباشر من أثير إذاعة أم أف أم إذاعة العائلة المغربية بامتياز التحامنا وارد من خلال برنامج سمير الليل مصطفى الهردة وعادل محمد في الإشراف على youtube.com/mfmhd إذاعة أم أف أم وفي الثلث الثاني لابد من التأكيد على أن ارتباطنا غادي يكون فيه الكثير من الالتفاف حول العديد من الأصدقاء بروح متفاعلة وفي الوقت نفسه غادي يكون فيه التذكير ببعض من الإشارات والقضايا طبعا اللي كان فيها مجال التذكر ديالنا بالكثير من المستمعين على أمل في الثلث الأخير غادي تكون عندنا وقت مستقطع مهم جدا باش نقدروا نجمع أفكار المستمعين والمستمعات وآرائهم والرغبة ديالهم الكبيرة طبعا في تأتيت معنا هاد الحلقة باش يمكن نجمعوا من حولنا كتير من التجارب اللي مرت بينا وهكذا كنكونوا يعني متتبعين الأفاضل رابحين رهان علاقتنا التواصلية وحنا نلبس توبة الاحتفاء بسنة جديدة وبتواصلات جديدة مع أسماعكم وكنت من الله سبحانه وتعالى يجدد في قلوبكم كل يقين كل إرادة كل رغبة دائما اعتبار أنه التوكل جانب إيجابي على المطلق في حياتنا على القوة اللي دائما كتدفعنا واللي دائما تتخلق منا الابتكار والروح الخلاقة على التجدد في العطاء ديالنا في كل مناحي الحياة ديالنا. أرجع مع الإخوان باش نسمعوا الإخوان الفيسبوكيين والفيسبوكيات أو نتواصلوا معهم. سي عبد الرحمن الصغير تحياتي لك أخي مصطفى ومعمد عادل في الإخراج وكل المستمعين الكرام شكرا لهذا الذي يصب الدفء في القلوب المهمومين والذي يحاول إعطاء تقديم الحلول والمساعدة في محلها شكرا لكم من القلب. فمن أهم القضايا الاجتماعية التي أريد أن أطرحها والتي يطرحها العديد من المتصلين في البرنامج هي قضية بين المرأة والرجل التي دائما نراها والتي تؤثر سلبيا على مجتمعنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحل مشاكلهم باللطف وأن يجعلهم صبورين وأن يجعل ذريتهم قرة أعينهم. بارك الله لك وفيك يا صديقنا الكريم شكرا لك
على لطفك. الأخت ملكة نجاة كتقول لنا احنا ما كرهناش شي جمعية تدخل في الأخت سكينة من فاس باش يمكن تعتقها إن شاء الله تساعدها. يمكن تذكروا في هذا الأمر ويمكن تكون إن شاء الله دعوة صريحة علاش لا لهذا الأمر بشكل إيجابي بشكل اللي يخلي هاد السيدة أيضا عندها ديك القدرة على تأسيس مجموعة من الأمور اللي سبق ذكرنا عليها قبيلة وراه غادي تجي الفرصة فين يمكن إن شاء الله نذكروا عليها. وما ما كرهناش الأخت مالكة تعطينا شي فكرة على بعض مثلا أنشطة اللي ممكن مثلا الأخت خصوصا في المنطقة اللي فيها الأخت سكينة مثلا تقدر تديرها المجالات اللي تقدر تلجأ ليها في المجال الاجتماعي في هذه الوضعية ديالها نيت علاش لا سيدة مالكة نجاة نتمنى إن شاء الله بحول الله ودير دعوة الإخوان فاس اللي لأنه تبارك الله لكن نعرف أن واحد العدد ديال الفيسبوكيين والفيسبوكيات كيشكلوا يعني حركية كبيرة لكن نتمنى أنه تكون هذه التنسيقية الكبيرة من أهل فاس على احتواء هذا القضية ديال هاد الأخت وممكن خلق مجال المتابعة والمواكبة للوضع ديالها بالحاجة اللي ممكن تكون فيها هاد الأخت في واحد الوضع اللي منمي وأفضل من اللي كتعيش ولا هي ولا الزوج ديالها اللي في هاد الوضعية هادي. احنا مع كل الأصدقاء الأكارم والصديقات الكريمات في هاد الارتباط الوثيق أثيريا بجميع المستمعين الأفاضل والفضيلات سي مصطفى من في كل زمان وكل مكان راديو ام اف ام انيس وحدتي ومع برنامج سمير الليل دليلي ودليلك الشام. شكرا لك يا صديقنا افاضل. طبعا صديقنا الفاضل كان معنا سي مصطفى بدر منتزه. شكرا لك اخويا مصطفى تحياتي لك وتحياتي للمخرج كل المستمعين الكرام. شكرا لك يا بدر تنتهي عودت أنا دائما على تواصلتك إن شاء الله ما تمنى إن شاء الله بحول الله أن تكون تواصلت العديد من المستمعين أيضا كتعطينا العديد من الأفكار اللي كتكون أقرب ما يمكن إلى وضع القضايا اللي تذكروا فيهم كثير من الإخوة الكرام والأخوات الكريمات وأيضا بعض من الأفكار الخلاقة اللي تقدر تخلينا طبعا مستوعبين كثير من القضايا بالإحاطة ديالنا بهم من جوانب عدة من جوانب اللي كتخلي أفكاركم طبعا منسابة بواحد شكل سلس كيمكن ينفذ القلوب واحد العدد ديال الإخوة الكرام اللي فتحوا قلبهم وباحوا. مراد السلام عليكم أخي مصطفى الهردة سي محمد عادل أحبكم في الله أنا مستمعكم الوفي أتمنى هذه السنة 2017 أن تحفظ لنا بلدنا وملكنا سيدي محمد السادس وكذلك أتمنى الصحة إن شاء الله حاج كمال حلو الله يجزيك بخير الله يكرمك الله يطول في عمر الله يجزيك بخير هذا لطف منك وهذا أكرام منك من دون شك الله سبحانه وتعالى سيأتني بك لأنه تشمل عباده دائما بالصالحين بصالح الدعاء الله يكرمك أخي. وحنا دائما في هذا صلة وصل المباشرة سي محمد الحسناوي هذا التعوى من الأصدقاء ديالنا الأفضل 2016 أحسن ناس سمعت لهم في برنامج سمير الليل في تدخلات أستاذ عادل تطوان بالنسبة للتدخل في القضايا القانونية الأخ حسن من الدار البيضاء كل تدخلاته كانت إيجابية وواضحة شكرا لهم ولك سيدنا مصطفى الهرد الله يجزك بخير أخي. والحمد لله دائما احنا كنا نكون على أهبة تواصلي مع أفكاركم وآراءكم البناءة وأيضا هذا النوع من الاستقراءات اللي كتخلينا متتبعين الأفاضل حتى في تقدير الأشياء واعتبارها كنكون واصلين أيضا احنا المجموعة من المتابعة ديالنا في المواكبة ديالنا اللي كتكون يعني أكثر تفاعلا معكم. عموما بالنسبة للتعليقات اللي كيجيونا في قضايا سي أحمد من سطات وسكينة من فاس
كاين اللي كيقولوا في القضية السي أحمد من سطات أنه اتجه الله سبحانه وتعالى ويحاول يبعد على هذاك الجانب الشعوذة. حاول يستعن برنامج الرقية. بسم الله ورقيك اللي كان معنا هذا الليلة ليلة الخميس صباح الجمعة الحاج نبي محمد وسي الحاج عبد العاطي حسني وكذلك الأخت سكينة كيتمنى وإن شاء الله ربي يفرج عليها وبترج لها أنه يعفو ويكون سموح معها ومعه ويرجع للدار والبيت ديالهم أو لا شي جمعية تقدر تكون تما في المنطقة ديالهم تقدر تقدم لهم ما يلأم المساعدة وتواكبهم معنويا ولا كانت أي أنشطة اللي ممكن تكون مدرة مثلا شي حاجة بالنسبة لهذه السيدة ما دامت أنها في وضعية اللي تقدر تخدم أنها تنمي الحياة ديالها أفضل. تمنى إن شاء الله. شكرا لجميع الفيسبوكيين والفيسبوكيات اللي تكونوا معنا وحنا ما زلنا في هذا اللقاء المباشر من أثير إذاعة أم أف أم. طبعا إخوان ديالنا الفيسبوكيين والفيسبوكيات اللي كيبغوا يتواصلوا معنا عبر الفيسبوك طبعا راديو أم أف أم أوفيسيال راديو أم أف أم أوفيسيال غتمشيو للشريط المتعلق ببرنامج سمير الليل وغتخليو لنا طبعا التعليقات ديالكم والأفكار ديالكم. إخوة اللي تعيطوا لنا في أرقام مباشرة من أثير إذاعة أم أف أم هما 05 22 31 33 33 ولا الرقم الثاني اللي هو 05 22 30 30 00. هادو هما الجوج ديال الأرقام طبعا ديال الإخوة الكرام والأخوات الكريمات اللي تيمكن أنهم يناديونا وتلقونا متتبعين الأفضل سهرانين مؤرقين مع كل الساهرين في استجابة لي طبعا التواصل معهم سواء الإخوة اللي غادي يفتحوا لنا قلبهم والإخوة اللي أيضا غادي يكونوا معنا بالعديد من أفكارهم وآرائهم اللي طبعا لها مكانة يعني في اعتبارية دائما لدى العديد من المستمعين سواء اللي كيبوح سواء اللي كيكون في مجال الإنصات لأنه الكثير حقيقة المتتبعين الأفاضل من أصدقائنا اللي تكون عندهم مجال الإنصات والمتابعة تخليهم يعني تكونوا كينتبهوا لدقائق الأشياء ومع كل يعني المراحل والأشواط ديال البوح ومع كل طفرات التي يمكن يعيشها البرنامج في لحظات انتمائه للعديد من القضايا على اعتبار أن هذه القضايا تفاعلوا معها وحل عدد ديال المستمعين وفي الأفكار اللي أيضا يمكن تنسى من إذاعة أم أف أم باش يمكن يأتتوها وحل عدد ديال الإخوة اللي احنا دائما مؤازرين بهم نظرا لكون هذه اللحمة الإذاعية المباشرة متأسسة على هذا الروح ديال التفاعل مع المستمعين واللي كيمكن ينتجوه من أفكار واللي كيمكن أيضا يبتكروه كأفكار خلاقة منتجة لمجتمع التواصل ولمجتمع الحياة ولمجتمع أيضا اللي كما كتنفصم شي في العورة ديال المحبة والمجتمع أيضا اللي كيبني لحمة الأفراد في إطار الجماعات والمجتمع المتآزر المجتمع اللي يمكن أيضا المستمعين الأفضل أن يعتمد بعدا نفعيا يجلب المصلحة للإنسان لنفسه ولغيره في إطار هذا التدافع الحقيقي نحو بناء الإنسان البناء اللي يمكن يكون فيه معطاء بقدر ما هو آخذ. و احنا في هذه الصلة الأثيرية الإذاعية المباشرة من أثير إذاعة أم أف أم إذاعة العائلة المغربية بامتياز نترقب العديد من التواصلات ديال الإخوة الكرام والأخوات الكريمات في هذا الثلث الثاني اللي كيخلينا طبعا أكثر يعني ارتباطا بالعديد من الأصدقاء الأفاضل والصديقات الفضيلات في جوج ديال الأرقام اللي طبعا هما 05 22 31 33 33 ولا الرقم الثاني اللي هو 05 22 30 30 00. شكرا للعديد من أصدقائنا الكرام سواء اللي تكتبنا عبر الصفحة الرسمية راديو أم أف أم أوفيسيل سواء اللي تكون معنا عبر مختلف دبدباتنا الأثيرية في أرجاء المملكة المغربية سواء الإخوة الكرام والأخوات الكريمات اللي كيتبعونا عبر موقعنا على الانترنت www.mfmradio.ma. في الثلث الأول فيما يبدو كان معنا تواصل السي أحمد من سطات اللي يرجع
طبعا فشل في العلاقة الزوجية ولا حتى الفشل اللي يمكن طبع الحياة دياله في مناحيها إلى هذا الوهن والضعف اللي رجعه هو للشعوذة ورجع هذا الشيء بحكم واحد العلاقة كانت وما بقاش وانفصل له ولكن ضل ما بقاش ما بالنسبة لي هو ما تحرر شيء منها. وقضية الأخت طبعا سكينة من فاس طبعا الحل كنا عشنا متتبعين الأفاضل قصة الصديقة ديالنا الكريمة لمياء اللي كانت حكيت لنا التجربة اللي كانت عشتها في فرنسا والرغبة ديالها يعني في واحد الوقت يعني في أنها منت واحد العلاقة في إطار علاقة زواج ولكن للأسف بطبيعة الحال كنا عشنا معها يعني واحد الوضعية اللي كانت صعبة بالنسبة لها. معنا السيد ريس من فرنسا باش يمكن يتواصل مع هذه الأخت الكريمة. السيد ريس مرحبا بك. مرحبا بك أخي مصطفى، السلام عليكم. الله عليكم السلام سيدي. إذا أخي مصطفى خير؟ الله يبارك فيك. الحمد لله. مرحبا. الله يبارك فيك أخي مصطفى. نعم. بغيت نخلي واحد الميساج تاع الأخت. أها. ديالنا في فرنسا. أها. وأنا سمعت لي الصور ديالها لو ديمونش اللي فات. أييه. وبقى فيا الحال شوية. أها. وانا قلت ممكن ملي داكشي اسمح لي نطوش شويه سي بصاف. مرحبا بك تفضل. مرحبا سي دريس. مرحبا بك سي دريس، اهلا وسهلا. بغيت كما قالت هي ما كانش اللي دخل خيط بيض، ما كانش اللي ساعدها. وانا ملي سمعت لديك لي سوار هضرت مع الباترون ديالي في الشيف ديالي. قلت له دي فوالا فوالا فوالا، قال لي اوتي با دو بروبليم غامي مو بيز دي دونتيتي سي تي ارجون. احتجا إغجون وقفات على الخدمة داكشي على حساب اللي سمعت لها في الاستوار ديالها. نعم. من الأول حتى على ديالها. نعم سي دريس. ديك الاستوار ديالها بالنسبة ديال لو مارياج ديالها ما تقدرش تمشي ديك البلاد تعيش فيها على حساب ما عندها ناسيوناليتي، والمشكل ديالها هي الكونترا. دوزيام وداكشي اللي دفعني أنا نتصل بكم الدوزيام فوا اللي بقى فيها الحال دابا بالنسبة ديال بياز دي دونتيتي ديالها اللي غادي تسالي ليه موجوا. وانا شفت القضية تاع الغربة وداك الشيء بنادم ماشي مشكل الا تدخل في هاد القضية يعاون فيه ماشي مشكل. انا ما عندي بروبليم وبغيت الا ممكن الا كتسمع لي ولا نخلي لك انت الميساج ولا الناس اللي كيسمعوا لك يعرفوها. طيب السي دريس، طيب السي دريس الا مازال هي ما لقاتش الخدمه ما لقاتش. نتمنوا بعدا هي تواصل معنا، انت حنا المعطيات ديالك عندنا ويمكن ان شاء الله بحول الله نشوفوا الاحوال ديالها كيف راه هي لمياء. بعدا باش يمكن تطلعنا بما ان الوضع ديالكم طبعا وضع استثنائي لا انت ولا هي، لانه انتم كتعرفوا واحد العدد ديال الافراد الجاليه المغربيه هما تيعرفوا محن كثيره يعني كثيرة ديال الناس اللي كيمكن يعيشوا وضعية غير مسوات. ودابا بالنسبة لها بما أن الوضعية ديالها في ديك التجربة اللي كانت عاشت ربما قابلة لأنها ما تسواش والظروف اللي كانت حكات لنا كانت بالنسبة لها صعيبة، كنتمنى أن لمياء من فرنسا تعاود تتواصل معنا وإن شاء الله بحول الله يكون عندنا مجال التواصل بها. وشكرا بزاف للتواصل ديالك والرغبة ديالك أنك تكون يعني واحد من الناس اللي دافعين لهذه الأخت نحو الأمل في الحياة وعلاش لا بواحد الوضعية اللي يمكن تكون سليمة. سيدريس من فاس مكناس. مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام سيدريس من مكناس. كي داير السي مصطفى لاباس؟ الله يبارك فيك. ياسين اسمح لي. اوكي مشكل. سنة سعيدة السي مصطفى. الله يبارك فيك سيدي. اخويا مصطفى عندي واحد المشكل وبغيت نبوح لك. واخا سياسي. أنا السي مصطفى عندي 31 سنة ومجوج هذه مدة ديال 6 سنين، وهذه المدة ديال 6 سنين كانوا كيوقعوا لي مشاكل أنا والزوجة ديالي، مشاكل عادية بحال سائر الناس. 6 سنين تما باش مجوجين؟ أي عندنا وليد عنده 5 سنين ونص. والسي مصطفى العام الأخر المرأة بغات تخرج تخدم، أنا كنت ضد ديك الفكرة، يعني ما كنتش باغيها تخرج تخدم. وهذا الشيء كان
كنتوا تذكرتوا عليه من حياتكم الاول من بديه ديال حياتكم ولا غير جا فجائي هذه القضيه ديال باغي تخدم؟ انا نهار تزوجت المراه ديتها لكازا مشات معايا لكازا كنت كاري تما خدام تما فضلتي ان المراه تكون حداك اي دوزت عام في الدار البيضاء عاود وليت رجعتي رجعت لمكناس مكناس المهم بقينا عايشين بخير المهم تا لهاد العام الاخر قالت لك نخدم نخرج نخدم تنقول لها انا لا الام ديالها تجي تزقوك خليها تخدم تهز راسها عليك تهز مصروفها تنقول لها انا لا المهم خليها ما بغيتهاش تخدم بقاو عليها المهم تا خرجت تخدم علاش واش كتشوف هي بلي الظروف شويه ما متيسراش ما كاينش حاجه يعني ولا باغي توسع في الرزق باش تكبر زعما الحاجيات ديالكم في الدار كيفاش زعما شنو الرغبه ديالها ولا ذكرت معك ملي كنت تتكلم معك على هذه الخدمه يعني كيفاش يعني يا خويا مصطفى داك بغات تخرج تخدم كتقنط في الدار فهمتي بغات المهم ما بغات المهم بغات تخرج تخدم وصافي واخا يعني انا موفر لها الماكله موفر الحوايج فهمتي تنخدم اللي قسم الله كنجيبو يعني ماشي شي انسان كسول ديما ناعس ولا ما خدام المهم ديما خدام الحمد لله. انت كتشتغل اجير ولا كدير شي تجاره واش كدير؟ انا كنخدم فاش ما كنت ندير التجاره انه بالاولى كنت كنخدم سيرفر كنخدم سيرفر كنت خدام في الدار البيضاء في سيرفور في عين الدياب راك عارف الدومين ديال السيرفور راك عارف الوضع الحالي دابا يعني في طبيعه العمل ديالك دابا تندير التجاره اللهم يسر اها الله يبارك دابا فاش كيكون البرد بحال هكا كتكون الخدمه قللت كنعاود تندير التجاره والمهم اخويا مصطفى خليتها تخرج تخدم مشات خدمت في واحد الشركه ضربات فيها 4 شهور تعلمت شي شويه خرجت منها مشيت لشركة أخرى عاوتاني كتخدم هذيك الشركة واحد الشركة راه معروفة هنايا بلا ما نديرها واحد الماركة ما نذكرش الاسم ديالها المهم الشركة ديال الحوايج ماركة عالمية فهمتي واخا مشيت دخلت أسيدي كتخدم في ديك الشركة دخلت كتخدم في ديك الشركة السيدة ما بقات لا تطيب لا تصبن لا تجمع لا تقابل الولد كتنوض من الملاية في الصباح كتخرج منها تمشي تفطر في المحلابه وتمشي للشركه تخرج عاود مع 12 تدوز عند امها كتغدى عاود ترجع للشركه عاود في العشيه تخرج من الولد الخدمه الولد مسكين تيخرج انا كل صباح كنعطيه 5 دراهم كيمشي مسكين يشري رايبي والحرشه كيديها معاه للروض هادشي باش كيفطر داك الوليد يعني هي ما بقاش عندها الغرض كاع تنوض تصاوب الفطور ولا تجي تصبان ولا تطيب ولا دير شي حاجه ما بقاش عندها هادشي بتاتا تنهضر مع الام ديالها تنقول لها ديرها شوفي شنو هادي امها دابزات معاها ما بقاتش كتهضر معاها كاع وبقينا هاد الحاله كيفاش دابزات معاها ما بقاش كتهضر معاها ما فهمتش يعني السيده ما بقاش عندها الغرض فهمتي ما بقاش علاش واش امها كانت ياك امها في الاول كانت مع الفكره ديال انها تخرج وتخدم وداكشي هي دابا الام ديالها كانت مع الفكره باش تخرج تخدم ولاني دابا السيده فاش خرجت كتخدم كما كيقولوا تعاسرات مع دوك الناس ديال الشركه راك عارف هاد الام تعاسرات مع البنات اللي باقين ديال راسهم ما عندهم لا راجل لا ولاد فهمتي هي ديال راسهم اللي الخلصه ديالهم كيخسروها على راسهم في الحوايج وداك الشيء وهي بغات تبقى دير بحالهم فهمتي زعما ما بقاش عندها الغرض هي بالدار ولا صبين ولا بالطياب ولا بشي حاجه والو يعني السيده ما بقاتش المهم حتى الدار فين ما كندخل انا ما كنلقى لا ماكله لا والو ديما انا خصني نجيب الربع ديال الدجاج بالليل والولد عاوتاني مع الغدا خصني نجي نقلب عليه واش خرج من الروض واش لقى عند الجيران واش لقى عند امها فهمتي واحد التماره ما نعاودلكش المهم سيدي مشات كتخدم في ديك الشركه بدات كتسرق لهم الحوايج من الشركه الحوايج اللي كيخيطوا في الشركه هذه مراتك اييه هي كتكذب عليا كتقول كيعطوني 30 هما كيعطوها 2500 درهم كتكذب عليا بزاف كتقول لي راه كيخلصوني في الشركه ساعه هي دي عندها كارت كيشي فيزا هادشي انا ما عارفوش عاد عرفته مؤخرا المهم السيده تلقى شي وراق في سراولها تاكل في الزنقه بحال هكا شي ريستورات وكتخلص بالكارت كيشي وانا ما عالمش على هادشي كامل انا ما عارفش
المهم سيدي مشيت عند امها، مشيت عند امها قلت لها السلام خالتي راه بنتك راه كتجيب شي حوايج. دابا انا تسولتها قلت لها هاد الحوايج مين كتجيبهم؟ قالت لك لا راه فيهم ديفو راه كيعطيوها منا. عاوتاني مره تكذب عليها كتقول لي تيبيعوهم لنا بنص الثمن، فهمتيني؟ يعني انا ما صدقتهاش حيت دوك الحوايج انا عارفهم غاليين، راه غير شي بياسه صغيره وراه كتلقى دايره في 600. وشحال شحال عمر هاد المراه هادي؟ عندها 25 عام. ايوا المهم اخو مصطفى بقات كتجيب دوك الحوايج، داكشي شتو تيكثر، كثروا الحوايج بزاف. مشيت عند امها قلت لها خالتي راه بنتك شنو كدير شنو كدير؟ شنو قالت لي امها؟ قالت لي لما دخلتي السوق راسك انا غنخرج سوقك. قالت لي انت ماشي شغلك، وهي ما ديرش داكشي. هي هذيك مشيت عند المراه دابزنا انا وياها، دابزنا انا وياها في الدار، قلت لها عاودتي جبتي هادشي لهنايا راه غادي غادي ندير معاك شي حل، انا هادشي ما تبقاش تجيبيه غير لهنايا مع المراه. صافي انا عرفت شنو كاين، هادوك الحوايج كتخرجهم هي من الشركه كتصيفطهم لواحد اختها في قنيطره خدامه في واحد الشركه نيت تما، هذيك اختها كتبيع لها دوك الحوايج للبنات تما في الشركه وتصيفط لها الفلوس. السيده شبعت فلوس ما بقى عندها غرض لا بولد لا براج لا طياب، فهمتي اخو مصطفى؟ صافي السيده ما شبعات. ايوا سيدي واحد النهار دخلت للدار ما لقيتش دوك الحوايج، جمعتهم كاملين داتهم خباتهم عند امها. بقات شاده معايا، بقات شاده معايا الضد شي 15 يوم ولا 20 يوم وهي الضد، فين ما نهضر معاها كدير صبعها في ودنيها وتجمع عليا الجيران وغواتات وديك الشوهه ما كنحملهاش. بقيت كنشوفها راسي غنبقى هكاك اخويا مصطفى معاها كل نهار كل نهار. قلت هزيت ولدي وجمعت حوايجي وحوايج ولدي ومشيت لدارنا. ديتهم لدارنا هربت من الصداع صافي خليتها تبرد على خاطرها. هي هذيك السيده وليت كنعيط لها تنقول لها صافي نعلتي الشيطان برتي صافي ما تعاوديش تجيبي ذاك الحوايج. كتبقى عليا بالسبان والمعيور وحاشاك الهضره الخاسره هي الهضره الخانزه اللي صحابي في الزنقه ما كيقدروش يقولوها لي. كتقولهم لي عادي عادي. ما كنعيط لها كنقول لها ها شوفي بنتك اش كتقول لي شنو كتقول لي؟ قال لي طلق مرته صغيره هداها لسيادو، واش هي مطيشه غتخسر؟ واش هي كذا؟ واش يعني واحد الام خرجات عليها كاع بتاتا في خطره. ايوا هي هذيك اسيدي طلعت للمحكمه عند قضاء الاسره. دخلت عند السيده الوكيله هضرت معاها عاودت لها كل شيء الحوايج وداك الشيء وكامل. عيطات ليها جات هي وامها واختها وما كيجيو كلهم. جينا دخلنا عند السيده الوكيله هذه المهم قالت لها شنو بغيتي هذه بقات قالت لها ما كيدير ليش ما تيفعلش راه تيشرب تيجي تيتقرقب كيجي تيجيب معاه المهم شي حوايج اللي ما كاينينش كاع بتاتا قالتهم. السيده الوكيله راه كتشوف بيني راه قالت لها السيده راه شو راه باين عليه ما قالت لها دابا المهم شنو بغيتي انت؟ قالت لها انا بغيت داري وبغيت ولدي. قالت لها ولا سيروا تفاهموا ونهار الجمعه ان شاء الله رجعوا لعندي. خرجنا من تما كاينه قالت لها امها في الباب شنو دارت معاك؟ قالت لها صافي تفاهمنا. قالت لها ما كاينش تفاهموا، شدتها من يديها وداتها لذاك المكتب فين كيرفعوا دعوى ديال طلاق الشقاق. رفعت عليا دعوى ديال طلاق الشقاق. عندنا الجلسه نهار 24 في هذا الشهر واحد. ايوا انا المراه تنتعرض لها كل نهار في الشركه، المراه على الشيطان، المراه على الشيطان، المراه على الشيطان، كتقع عليا السبان والشتم والمعيور. شي هضره ما نعاودلكش تبقى عليا انا حلالي الزفت وما تحلاليش انت، انا ما عندي ما ندير بك، انا عاد عيني تحلو، انا عاد وليت كنلبس، انا عاد وليت ما كنعيط عليها حتى هي كتخسر معايا الهضره. ايوا بقيت كنشوف انا عمى مع عمى حيت دابا هاد الام ديالها حتى هي مطلقه بربعه ديال البنات منهم المراه ديالي. دابا العمام ديالها فاش كنتلاقاهم وهادي تنهضر معاهم تيقول لها ودي شوف هادوك راه حنا زعما خونا وما لقاش معاهم سلاك اللي الاب ديالها اللي الاب ديال المراه ديالي. تيقول لي زعما راه باهم باين البنات وراه صيفطاتو للحبس. قال لي انت الله يدير لك شي ثواب الخير معاهم. وبقيت اخويا مصطفى عييت عييت ما نهضر معاها عييت عييت. مشيت عند المدير ديال الشركه سولته بعدا على دوك الحوايج قلت له الله يرحم الوالدين زعما واش دوك الحوايج اللي فيهم الديفو درت راسي زعما انا كامب وما عارف والو. وعلى زعما هاد الحوايج اللي كيتهزوا ما كيتشافوا ما كيتراقبوا ما كي ودابا المدير المدير ديال الشركه براسو ظهر له العجب. دابا انا جايك الهضره
انا راه اخي مصطفى راه ما درت هادشي الا واحد المره حكرت ليا الدبره فهمتيني اخويا مصطفى. نعم اخويا ياسر. راه قتلاتني بزاف راه عرفتي راه ما كناكل ما كنعس ما بقيتش كنبغي نخدم ما بقيتش كنحمل نشوف البشر كاع وليت نقيل سد عليا راه كاري واحد الدار سد عليا ما تخرجش نخرج نجيبي من ناكل وصافي وسد عليا ما بقيتش كنحمل نشوف البشر كاع والله العظيم الا زعما دمر لي العش ديالي دمرت وليديكم وحسبي الله ونعم الوكيل فيها في هذه ليله الجمعه. حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. مشيت اخويا عند المدير ديال الشركه كنسولو السلام عليكم قال لي وعليكم السلام قلت له عافاك واش دوك الحوايج اللي تيكونوا زعما فيهم الديفوا هادي واش زعما تتبيعهم للخدامه قال لي ما كايناش هاد الهضره قلت له زعما ما كتبيعيهم ما كتعطيوهم ما والو قال لي لا. وعيت على مرة في التليفون قلت له شوفي دوك الحوايج اللي هادي شانت بهم وهادي وكتقولي وهادي راه غادي نمشي نبلغ بك قالت لي لا وصلتي لودنك عدا وانا راه كنت داير فيديو راه حاطه في اليوتيوب بس مصطفى لا بغيت لا بلاش بلاش ما شغلناش المهم انا فيديو راه حاطه في اليوتيوب مصور فيه دوك الحوايج حنا بغينا نحسوا بالصدق اللي فيك انت اكثر من اللي من انك تحط الفيديو. أيه اخويا مصطفى هي أيه المهم باش نقول لك بان ديك الام ديالها بغات ترد المراه ديالي شريكه فهمتيني تخدم وتسرق وتجيب لها فهمتي ما بغات لها تربح. النهار الاول فاش مشيت انا لعندها قلت لها بنتك شنو كدير شنو دير تشدها وتجبد لها الدنيا وتشدك شي وديت لوح ولا شي حاجه ونبينا عليه السلام. ماشي كتقول لي لما دخلتي السوق راسك كنخرج سوقك ورا اللي طلق مرتو صغيره هداها لسيادو والبنت منين كتسمع هاد الهضره شنو غادي دير اخويا مصطفى. واخا رجع معايا للسيد اللي مشيتي عنده قلتي ليه واش كاين دوك الحوايج اللي فيهم الديف واش كتبيعهم واش كتعطيهم شنو قال لك من ومشيتي عنده شنو قال لك؟ مصطفى ما كاينش هادشي كاع ومن بعد المهم مشاو اخويا مصطفى للدار فاش قلبوا الدار لقاو الحوايج. شكون هما اللي مشاو للدار وقلبوا الحوايج؟ ايوا مشاو الناس ديال الشركه والمخزن والبوليس. على انت زعما بوحدك انت اللي نبهتي ومن هادشي على زعما هاد الناس ما كيديروا كونترول ما عندهم مراقبه والو شتي هي دابا شنو كدير هي فوق هما دابا فاش راجعوا وقلبوا الكاميرات على ما تيقول المدير قالك في الوقيته ديال البوز فاش كيديروا البوز للاستراحه كتدخل هي لبلاصه لومبالاج كتهز بياسه كديرها تحتها وتمشي للطواليط ولا الله اعلم الفيستي ولا شي حاجه كتلبسها كتلبس فوقها الحوايج وكتخرج عادي حيت فاش يكونوا خارجين من الشركه كيقلبوا لهم السيكان فهمتي ما كيقلبوا لهمش لحمهم ولا شنو. المهم هي كانت كتخرج اخويا وكتصيفط لاختها القنيطره اختها كتبيع لها تصيفط لها الفلوس. المهم انا كنت دير راسي ما عارف والو فهمتي وهي كتكذب عليا كتقول لي لا فيهم الديفو واش هذه البياسه دايره 12000 ريال انت غايقولوا لها عطاوها لك ب 400 ولا بشحال غايعطاوها لك كاع وما عندهمش دوك الشركه الديفو كاع ما كاين فيهم كيديروش الديفو. ومن بعد اخو مصطفى راه معتقله. اوكي دابا انت مراتك معتقله راه اخويا في الحبس دابا ودابا والدي راه كيتجددوا عليا اختها كل نهار كتعيط لي كتقول لي انت راه حس براسك ميت راه غنكري عليك اللي غيقتلك. دابا انت اول مبلغ عليها ما حتى شي حد ما كان قال لها شي حاجه ولا 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 المدير ديالها استدعاها ولا حتى شي حاجه انت مشيتي عند هذا السيد وقلتي ليه وبلاتي انت ملي قلتي ليه واش كاين هذا الشيء في الشركه راه واش انت قلتي ليه بان راه المراه ديالك كتجيب شي حوايج ما عرفنيش انا كاع واش مرتي خدامه تما انا زعما جاي غاب بحال شي واحد زعما تيسولو صافي. سولتي ومشيتي ما قلتي ليهم والو. انا ما قلت له لا مرتي لا خدامه هنا لا والو. اها حتى جاو من وراها بشحال جاو؟ كيفاش موراها؟ موراها فاش مشيتي عند السيد وقلتي ليه قول لي واش دوك الحوايج اللي فيهم الديفو واش كتبيعهم ولا كتعطيهم للناس اللي خدامين عندكم موراها فاش قال لك انا فاش سولت اخويا مصطفى فاش سولت المهم داز موراها فهمتيني حيت انا ما حتى مشيت سولت حيت عرفت انا غير كتكذب عليا هي. هي مني عرفتي انت باللي كتكذب عليك واش مشيتي بلغتي بها للشركه ولا شنو درتي؟ بلغت بها للشركه. انا ما كنت انا بلغت بها للشركه باش يحبسوها من الخدمه اخويا مصطفى. هكاك فهمتيني؟ اييه دابا حيت اخويا مصطفى انا عارف دابا المراه ديالي عارفها مزيانه فهمتي؟ حيت انا تزوجتها كنبغيها فهمتي راه كبرنا في درب واحد فهمتيني؟ ماشي زعما جابوها ليا موالين الدار ولا
كبرنا في درب واحد، واخا والديها خايبين ووالدي حتى انا النهار الاول ما بغاوش داك الزواج وما وافقوش عليه فهمتيني، ولكن انا واخا كان كنت كنقول لهم باغي البنت ما بغيتش والديها، كنت كنقول والديها الا كانوا خايبين راه خايبين لراسهم فهمتيني، اما ديك البنت راه عقلها زوين واخا كيفاش خديتها كانت مزيانه. ثاني جبتها وسكننا حدا حدا سكننا حدا والديها، عاد خرجت عليها امها في سداتها يا خو مصطفى عرفتي زعما المرأة ولات كتخسر الهضره وكتقول الكلام قبيح، ما بقيت ما ندير يا خو داكشي انت اللي ما كنتيش كتعود ولا كنتي كتالفوا فيها ولا ما عمرك تسنيتيه في مراتك؟ شنو هو خو مصطفى؟ زعما داكشي اللي انت ما عمرك تسنيتيه في هذه المرأة هذا؟ ما عمري نويت انا ولا تخيلت في الحياه ديالي غيطرى لي هذا الشيء خو مصطفى، انا دابا مصدوم اقسم بالله انا مصدوم. انا دابا انا ما نويتش انا كاع هذا الشيء غيوقع نوصل له كاع، والشيء كامل وصلت له بسبب امها واختها، دابا امها كتحرضها على السرقه واختها كتبيع لها وتصيفط لها الفلوس، والمراه شبعات فلوس ما بقاتش كتبغي ما تقول لك انا ما ناكلش العدس انا ما ناكلش الوبيا انا جيب لي غير ربوعه الدجاج خصها كل عشيه كتكروت من عندك الدار ديال 20 درهم ديال الطيحان فهمتي، صباح تخرج ما ديرش اتاي زكوك اتاي كيدير لي الحرقه انا ما كنفطرش اتاي خصها شي اللبانه كتفطر به لافوكا واخا قول لي قول لي بغيت نسولك يعني دابا فاش مشيتي سولتي على الشركه وقالوا لك هذه المعلومات مشيتي قلتي لها انا راه غادي نبلغ بك هي 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 قلت لها اخو مصطفى قالت لي سير وصلتي لودنك عندها ومن بعد انت مشيتي مباشره مشيتي بلغتي ولا 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 مشيتي استعملتي شي طرق اخرى تصلح مع ولا مشيتي نبهتي شي واحد قلتيها ليه ولا كيفاش؟ من شكون اللي نبهها اخو مصطفى؟ زعما واش مشيتي عند العائله نبهتيهم ديالها من غير ما وانا ما قلت لك مشيت عندها برجلي ورا ليله الجمعه هذه الا كذبت عليك راه صبحني الصباح اخويا الله يرحمك عندها برجلي اخو مصطفى قلت لها خالتي قلت لها راه بنتك اشنو كدير واشنو كدير قالت لي الا ما دخلتش السوق راسك انا اللي غنخرج سوقك وغنصيفطك للحبس هادي امها ومن وراها مشيتي بلغتي ودوزت راه عرفتي كل مره كنمشي لعندهم اخو مصطفى كيقولوا لي شي هضره تيخليوني نبات تنخمم حتى الصباح بخصوص امها عندها شي كلام اخويا مصطفى بحال القرطاس زعما ماشي فهمتيني راه ولا شتي شي واحد في شي حاله راه غير قول له الله يحسن العوان وصافي راه بنادم كيدير شي حاجه ماشي خاطره فهمتي دابا قال لك الضغط بزاف سبب ديالو انفجار اخو مصطفى دابا هاد المراه هادي شكون السبب اللي وصلنا لهذا الشيء كامل ما ما كتدخل في الكبيره والصغيره الا هذا النقاش وقع بيناتنا كتمشي كتجري دابا 5 سنين وانتم مجوجين السي ادريس 6 سنين سنين الدري راه عنده دابا 5 سنين قول 5 سنين 25 عام تزوجتي انت ديك الساعات وهي شي 19 عام كان في عمرها بحال هكاك اخو يعني ماشي انا شي انسان زعما كسول ولا ما خلا انت ندير اي حاجه اخو مصطفى فهمتي نخدم في الجليج نخدم ميكانيك عندي صنايع عندي تبارك الله صنايع في الراس كنخدم سيرفر فهمتي المهم ماشي زعما اللهم لك الحمد كنجيب النهار ديالي باش ما كان ماشي شي انسان كسول ولا تيصبح ناس يعني انا هاد السيده هادي فاش خرجت كتخدم وهادي ما بقاتش راه ديك القناعه ما بقاتش وداك الشيء فهمتي وبقاتش القناعة الإنسانية كل اللي قسم الله فهمتي ولات كتعلق في حاجة بعيدة عليها ويدخر شوية وينمي المصروف لا والو ما كاينش داك الشيء اخويا مصطفى بتاتا الشيء راه والله العظيم راه هاد الصيف هذا هاد الصيف عندنا واحد الكومبلكس هنايا في طريق فاس كنخدم فيه كنخدم فيه سيرفور مع تيكونوا فاكانس وفيه لا بيسين وفيه هادي تبارك الله كنصور شويه مزيان تنخدم مع ديك تمشي مع 8 كنجي مع 2:30 ولا 3 ديال الليل المهم كنصور فيه مزيان اللهم لك الحمد والله العظيم الا راه تنجي مع 2:30 ديال الليل كنخلي عند مول الحانوت 100 درهم مع 2:30 ديال الليل كاين مول الحانوت تيبقى بالليل تنخلي عنده 90 درهم 100 درهم هادي يوميا
مني المراه ما عندهاش الغرض، كنجيبو الخضره اخوان الطابه كنتقدا كلشي تيكس كيخسر ليا في الثلاجه، بطاطا هذاك الدنجا وداكشي كيصوف في الثلاجه تيخسر لي داكشي. المراه خصها تجيب لها الماكله طايبه من الزنقه، تجيب لها كاسكروت، تجيب لها داكشي فهمتي. ما بقاش عندها الغرض طيب، ولا بقيتي بزتي عليها ونتناقر معاها، وهادي كدير لك شي طياب شي البنايه في الشنطه يطيب احسن منه بالعاني بس تكرك في العيشة. يعني أقوى مصطفى والله العظيم اللي دمرت لي الحياة ديالي بالله علي العظيم. أنا كنشوف تصاوري كي كنت وكنشوف راسي دابا بحال تقول راسي بدا يبيض. ودابا هي شحال هادي ويا معتقلة؟ أي أخوة مصطفى دي ويقول دابا شي 20 يوم. إيه مازال ما تحكمش؟ والله ما نكذب عليك، والله ما عارف شي حاجة دابا. المهم هي راه مشدودة، قال لك الاربع اللي فات جات شي لجنه من الدار البيضاء قيموا دوك قيموا شحال ديال الخسائر اللي هي عاد غادي يشوف المدير ديال الشركه. قال لي هذيك النهار قال لي ما نعرف، قال لك يقدر قال لك المهم قال لي نقل من عامين ما نعرف. انت مشيتي زعما حبيين عند مدير الشركه باش والعائله ديالك ولا كيفاش؟ ما فهمتش. لا المدير ديال الشركه كيجلس فواحد القهوه كنت خدام فيها. اها وداك مول ديك القهوه، داك الدري اللي تيسربي في ديك القهوه صاحبي. اها وديك النهار يجبد هو ويا الهضره، قال له داك الدري صاحبك ما عارف، قال له داك الدري راه شنو وقع له مع المراه وشنو، عاود له قال له المهم راه قال له شتي زعما واخا يبغيو زعما والديها يبغيو يعطيو الفلوس ولا زعما راه ما كانش داك الشيء، حيت هذوك الشركه مولاها ما تعرفش خدم تخلص فهمتيني، الا ديتي لي ديالي غادي تعاقب. فهمتيني ما كاينش ما كاين ما تعرفوش التنازل ولا نسامح لك ولا هذه ما كايناش ديك الهضره. وا تيقول لك اخويا مصطفى وريه ولا ما سيرو خليه. دابا انت لقيتي راسك في هذه الوضعيه وفاش دابا فاش تعتقلات واش عمرك مشيتي شتيها زرتيها؟ ما مشيتش اخويا مصطفى، انا حتى ولدي راه والدي دين لي الولد ديالي مودي لي الولد ديالي، وتعيطوا لي في التليفون كيهددوني كل نهار كيعيط تعيط لي. ولكن الشريف ياك ولدك كان محتك بيك ولاصق بيك بزاف، كيفاش مشى تعيش مع مي المراه؟ دابا الولد ديالي نهار خرجنا من عند الوكيله قالت لي السيده الوكيله خلي الولد معاك. اها فاش تسالى العطله هذيك العطله اللي دازت. اها قالت لي فاش تسالى ديك العطله عاوتاني بغى يرجع يقرا في الروض عاوتاني يمشي عند ماما، قلت لها صافي. اها فاش دازت ديك العطله كان جالس معايا من بعد العطله عاود ديته لها. اها صافي بقى معاهم حتى وقع المشكل. مره كنت عرض لها باب الشركه اخويا مصطفى تنقول لها نعلي الشيطان راه عشرة ومشاركين الطعام والدم والدري وهادي كتقع عليا الله يدير لك الله يفعل لك عود الخانزة. ومن الهضرة ما عندي ما نقول لك اخويا مصطفى شي هضرة طايح ما فيه شي شي هضرة الدراري قلت لك اصدقاء ديالي في الزنقة راه ما كيقدروش يقولوها وصافي. اها وما حاولتيش ترجع لهذا الوكيل الملك ولا رئاسه المحكمه باش باش ترجع تشوف هذه القضيه ديال ولدك بعد على الاقل مبدئيا حتى تقدى العقوبه ولا حتى تسوي انت الامور ديالك مع المراه ديالك بالشكل اللي كتشوفه انت وياها، على الاقل ولدك يبقى انت اللي حاضنه على اعتبار انه تحت المرتبه الثانيه في حياته لانك اب من بعد امه. ومشيت لعند السيده الوكيله ودخلت عندها قالت لي زعما كاين راه الولد من حقك تديه فهمتي، دابا انا عاد غادي ندير المحامي ان شاء الله باش غادي يجيب لي الولد ديالي. طبعا تمشي عند السيد قاضي الاسره وتشرح له الوضع ديالك وراه تيمكن هذا الامر يحيلك على كاع الامور المسطريه اللي تقدر ديرها باش يمكن معك ويكون معك ولدك في هذا الظرف هذا اللي فيه مراتك هي معتقله. خمس وراه هي دابا هي والله العظيم الا خرجت عليها غير ما وخواتها اختها هما اللي خرجوا عليها، وبالخصوص هما هي اللي فسدات ديك البنت فسداتها في مره. ودابا شنو انت لا بريه لا تليفون؟ لا مشي عندها لا مشي عند المراه لا بريه لا تليفون لا حتى شي حاجه؟ ما مشيتش اخويا ما درت حتى شي حاجه حيت صافي فين نمشي فين؟ وشنو كتفكر دير؟ انا ما كنفكر ندير والو، رافع عليا دعوه ديال طلاق الشقاق صافي راه غادي تطلق الله يهنيها. هي اللي رافعه عليك الدعوه؟ ها هي اللي رافعه عليك الدعوه؟
هي اللي رمى هي اللي رافع عليا الدعوه هي انا تنعرفها وهي كتعرفني فهمتي هي ما تقدرش تفارق معايا واخا ما نعرف شنو يوقع وانت وانا كذلك وانا كذلك هي شكون اللي دار لنا هادشي كامل ما يعني دابا في قلت لك اخويا مصطفى بغات ترد البنت شريكه فهمتي شنو هي شريكه انت دابا انت بما انها دارت هاد الدعوه ديال الطلاق انت المهم كتسنى انت بان هي تراجع على هادشي لانك كتشوف انت باللي ربما يقدر يكون هاد الحبس يكون رادعه وزعما تقدر تعاود ترجع لجدات الصواب في حياتك ايوا ما نعرف والله ما عرفت اخويا مصطفى والله الا دابا انا عيطت لكم اخويا وبحت لكم بهادشي اللي في قلبي انا نشوف نسمع الناس شنو غايقولوا انا بغيت بما انه احنا جايين لهاد السنه الجديده في الحياه شنو كتحس انت واش كتحس باللي زعما تقدر وكتشوف باللي ربما يقدر يكون هادشي اللي كتعيشه المراه يقدر يردعها ويكون امل بيناتكم في الحياه اخويا اش نقول لك الا ما ردعهاش هادشي راه ما نعرف زعما الا ما ردعهاش دابا هادشي وي شكون اللي كيتخيل غيوقع له هادشي كاين شي انسان ولكن شكون انا قلت لك شوف انت اخويا مصطفى دابا قول لي انت شنو هو الدور ديال الوالدين الدور ديال الوالدين شنو هو طبيعه الحال راه المنشا ديال الانسان الطبيعي انما انا دابا لا بغيت نسولك سؤال يعني بما انه انت كتقول باللي هي عارفه انت باللي هي ما تقدرش تخليك ربما انت كتشوف باللي امها هي اللي حاولت انها تاثر عليها ولا حاولت ربما والعمل حتى ربما الفلوس ولجؤها للسرقه ومجموعه ديال المؤثرات اخرين هما اللي حاولوا ياثروا عليها واش انت كتقول بانه زعما يعني مني غتقضي العقوبه ديال السجن واش تقدر مثلا تكون شي حياه بيناتكم زعما في ما يمكنش مستحيل اخويا علاش؟ مستحيل ياك انت كتقول باللي هي ما تقدرش تخلى عليك وانت ما تقدرش تخلى عليها دابا الانسان فاش يوصل لهاد شوف اي راجل ومراه الا وصلوا غير للمحكمه صافي صلاه على النبي ما بقى لا زواج ولا ما كاين شحال الناس وصلوا للمحكمه وقدروا يعطوا راسهم ما كيبقاش داك الشيء حلو كي كان اخويا كاينين كاع اللي تزوجوا طلقوا عاودوا تزوجوا اي ما كاين لا الانسان شوف تيقول لك انسان انا ديما خويا مصطفى تيجي لي انا ديما كنسمع في حقي كنسمع الهضره في ودني وكندير راسي بحال جاي من تايلاند ولا سميتو ما كنفهمش العربيه فهمتيني دائما كنسمع الهضره والهضره وكنسمع الهضره لا من امها لا من خواتها لا من هي براسها وكندير راسي ما تنسمع والو ما سمعتش هي باش نتجاوز الصداع ونتجاوز المشاكل ما عندي ما ندير بهم انا ما تنحمس الصداع وما كنحملش المشاكل طيب دريس من مكناس هكذا كان بوحو البوح كان فيه تجربة ديالو اللي حكاها لنا واللي الآن العمر ديالها 6 سنوات 25 عام فاش تزوج دابا عنده 31 عام قلنا بلي بدا المشوار ديال حياته مع مراته خطوة بخطوة ومتحملاه ومتحملها بناء على انهم كانوا كيعرفوا بعضهم البعض اكثر وكانوا على علاقة قبل لانه كانوا ولاد حومة وحدة ولكن من بعد قال لنا بلي المرأة ديالو كانت ولات ملحة على انها ما تبقاش تعيش الرتابة ديال الدار شي تخدم حتى ولات يقول لنا بلي المرأة ديالو كانت عندها مجموعة ديال المسروقات وبغية تعيش في شي مستوى ربما ديال العيش كبر من اللي هي كتصورو في الخدمة ديالها ولا أكثر من داك الشيء اللي ربما يمكن كان عندها وكان متاح وكان ممكن ماشي باش تنمي حالتها بالخدمة ولكن حتى في حال اللجوء إلى السرقة طبعا على حد التعبير هذا الشيء ديال السيد ريس من مكناس قلنا من بعد باللي نباه وشحال مرة نباها ولا نباه حتى الأم ديالها ولدرجة أنه وصل لمستوى أنه يمشي ويبلغ على هذا الشيء اللي بدا كيشوفوا على مراته ويسول ويسقسي قبل ما يبلغ واش فعلا كاين شي حوايج كيتعطاو على كل حال الان هو مراته معتقله طبعا في هذا اللقاء الساهر المباشر في هذه الحلقه هذه الاثيريه الليليه المباشره من اثير اذاعه ام اف ام الاذاعه الاقرب الى قلوبكم ضمن هذه الحلقه وضمن هذا المشوار كان معنا في هذا الثلث الاول اول بوح هو ديال الثلث الثاني بالاحرى البوح ديال السيد ريس من مكناس واللي التقطناه يمكن ان شاء الله
ما واحد تاني يقدر يخلينا أو الأحرى السياسيين. يسمح لنا السي إدريس من كنس فيما قبل ذاك إدريس من فرنسا كان معنا يسمح لنا. هذا السياسي من فاس, سياسي صديقنا طبعا من فاس, واللي العمر ديالو 31 سنة واللي كان جواجو في 25 سنة من عمره. احنا في ارتباط مع العديد من الإخوة الكرام والأخوات الكريمات في العمل المباشر الإذاعي الليلي إلى غاية وقت متأخر من هذه الليلة اللي هي ليلة الخميس صبيحة الجمعة المباركة 30 بطبيعة الحال دجنبر 2016, الحلقة ما قبل الأخيرة طبعا في 2016. هذا الارتباط, هذا الأثير الساهل المباشر مع العديد من الأصدقاء الأفضل كنشكر فيه العديد من المتواصلين معنا خاصة عبر موقعنا على الانترنت www.mfmradio.ma مغاربة العالم, ولا العديد من أشقائنا وأصدقائنا عبر أرجاء دول العالم, إخواننا أيضا التي كتبونا عبر الصفحة الرسمية راديو MFM أوفيسيال, الأصدقاء الكرام والكريمات اللي تتبعونا عبر مختلف دبدباتنا الأثيرية في أرجاء المملكة المغربية, دائما بنبع الصفاء الصادق للمستمعين كنتلقاو على وهبة الاستعداد لتواصلنا الساهل المباشر من أثير إذاعة MFM الإذاعة الأقرب إلى قلوبكم في برنامج سمير الليل, هذا المتنفس الأثيري الليلي المتاح زمنيا لتلقي تواصلاتكم في هذا الجزء طبعا الذي نقضيه مع بعضنا في هذه الرحلة الأثيرية المباشرة ضمن هذا الثلث الثاني لهذه الفترة الأثيرية الليلية السائرة المباشرة من برنامج سمير الليل. مصطفى الهردة وعادل محمد في الإشراف على الإخراج. youtube.com/mfmhd هذه الأغنية الجميلة اللي سمعنا لها اللي هي العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ, أي دمعة حزن يمن كلمات طويل, والألحان للموسيقار الكبير طبعا بليغ حمدي, والعندليب الأسمر طبعا عبد الحليم حافظ أدى هذه الأغنية تأنق كبير وبأسلوب رفيع جدا, يعني أي دمعة حزن. احنا سيدي سادتي على امتداد هذه الفترة الأثيرية الليلية الساهرة المباشرة من أثير إذاعة MFM رغبة في ترسيخ هذه الروابط الكبيرة طبعا بالعديد من أسماء المستمعين في إطار هذا الالتحام الأسري الرائق اللي كيخلي المجال أرحب لاستيعاب قلوبكم المفتوحة, والتي خلي طبعا مجال التذكر في كثير من القضايا ومناحيها, والحديث مع كثير من الناس اللي كيترقبوا النصح, كيترقبوا أفكار المستمعين. فاحنا دائما سيدتي غادي نكونوا دائما مؤشرين على إمكانية خلق هذا المنفذ الأثيري لأجل هذه العلاقة القوية التي تربط بين كل الأصدقاء الأفاضل والصديقات الفضيلات في هذا الجو الأسري ليلا, في هذه اللحمة الأثيرية ليلا, في هذا الدفء وسط كثير من الليالي الباردة, مع أن ليالي نحن كنعيشها سواء هي شتاء أو خريفا أو صيفا أو ربيعا, ليالينا التواصل الساهرة المباشرة في برنامج سمير الليل. أنتم مستمعين الأفضل بكل وفاء كنصونوا وإياكم طبعا هذا المجال للتوادل والاقتراب بيناتنا في كل فترة أثيرية ليلية ساهرة مباشرة. خلتنا هذه الحلقة من جديد نربط الصلة بالمستمعة الكريمة من فاس اللي تواصلنا مع أولياء الأخت سكينة, وفي الوقت نفسه كانت عندنا الرسالة حقيقة, يعني انطلاقا من الرد ديالها كون أن الأب واللي هو اللي الزوج ديالها اللي هو شيخة في السماع, والأسرة كلهم كانوا في السماع وجاو تفقدوا الابن واحد الوقت ولكن
كان كنتمناو على ان هذاك التفقد ديال الابن يتعتبر مرحله اوليه ان شاء الله من الاب باش يقدر يقوي علاقته بولدو ويسمح ويصافح ويعطي الحدود الممكنه لامكانيه ان سيروره الحياه ديالهم تمشي في اتجاه ما هو اليق، وطبيعه الحال مجال التراحم يكون لان هذه علاقه رحم فيها البرور. صحيح برور كيف ما هذا برور ديال الابن بالاب، ففي هذه العلاقه البرور ايضا اللي في هذا الموقف ديال هذا الابن اللي هو في موقف ضعف وطبعا عنده اسره ديالو. اذاعه ام اف ام اذاعه العائله المغربيه بامتياز خلتنا نستوقف عند الكثير من الوقائع والقضايا سواء اللي طرحوا عندنا في الاسبوع ولا فيما يلحق طبعا او لا بالاحرى فيما سلف من السنه كلها. ولذلك ان شاء الله احنا غدا معتزمين باش نتلاقاو في لحظات التذكر وفي ليله التذكر طبعا للكثير من القضايا والمواقف وانطباعات واللحظات اللي جمعت بيناتنا بصفاء. وهاد اللحظات هذه مع جميع المستمعين اللي ان شاء الله فيهم اللي غادي يكون معنا طبعا بشكل مباشر، فيهم اللي طبعا غادي يكون معنا بواحد الحظوه ديال التواصل اللي هو سلس وغادي يكون تيحس معنا بهذا الاحساس ديال التذكر اللي تيخلينا امام كل وقع ديال القضيه كنكونوا يعني عايشينها بالافئده ديالنا والجوارح طبعا ومن اعماق القلب طبعا كيتفاعلوا مع واحد العدد ديال الاصدقاء الاوفياء والصديقات الوفيات. هذه ليلة تواصلية رابعة في هذا الأسبوع اللي هي ليلة الخميس صباح الجمعة المباركة 30 دجنبر 2016، هي الحلقة ما قبل الأخيرة في 2016. ابتسام من الرباط، مرحبا بك ابتسام أختي. السلام عليكم. وعليك السلام ابتسام. نشكرك أخي مصطفى على هذا البرنامج حيتاش كرتاح لي بزاف والله. مرحبا بك أختي ابتسام من الرباط. انا المشكله ديالي انا نعاود لك بكل اختصار. مرحبا. شحال هو عمرك ابتسام انت؟ العمر ديالي 26 سنه. انا يا المشكله ديالي هو ان الوليده ديالي طلقات وانا وهي مازال حامله، يعني قبل ما نزاد انايا. ياك. والوقيته اللي ولدات يعني هي اللي تكلفات بيا وهي اللي كبراتني، ما خلات ما دارت على وديتي. يعني ما شنو ما خبراتش باك باللي انت في حياتك كاينه؟ اوكي. لا ماشي هذا هو المشكل. عارفه الوالد ديالي وعارفه يعني في حياتي كلها شفته شي جوج المرات ولا ثلاثه ما كيسولش فيا. ما واخا نرجعوا للحظات الاولى، عرفنا باللي امك طلقات وانت حبله وتولتي انتيا، من بعد جات واحد الوقيته يعني هي بغات تتزوج. على شحال من سن ديك الساعات في عمرك؟ يعني كان عندي ديك الساعه 8 سنين هكاك 9 سنين. والمشكله ديالتي انا ماشي محبه ولا هذا الواقع، انا تعايشت معاه ولكن اللي ما قدرتش نتعايش معاه هو راجل امي. تزوجت هي فاش كانت عندك انت 8 سنين؟ تزوجت، وللاسف الشديد هو انني للأسف الشديد هو أنني كنت كنعتبره با حيتاش رباني وكبرني وقراني وما خلى ما دار إلا وديتي، ولكني في الأخير المطاف أنه تبدل بزاف واحد الدرجة ما كتصورش. كيفاش عاوتاني تبدلوا أشني كيفاش شنو هي هاد المرحلة ديال آخر المطاف اللي تبدل فيها هو؟ آخر المطاف ديالو هو منين هو ولد مع الوالدة ديالي. عندي جوج خواتاتي من مي، عندي الاخت عندها 14 سنه والاخ ديالي عنده 10 سنوات. وانت فكريني في عمرك؟ 26 سنه. 26 سنه. والمشكله في هذا الشيء هذا هو انني فاش كنت خدامه وبخير وعلى خير ما كانش كيتصرفوا معايا حق لا هو لا خوتي، والوقت اللي جلست بلا خدمه لقيت الفرق شاسع كبير بزاف. يعني انا يا من انا الخير ما كيتكالش غير جا في الطريق كيف ما كيقولوا. انا يا كنت ماديا ومعنويا حدا خوتي واخا هي من امي، ولكن الوقيته اللي احتاجيتهم ما لقيتهمش حدايا.
بغيتو مي معنويا، ما بغيتهمش انا ماديا. بدلو بزاف واحد الدرجه كبيره، درجه ان اختي كل نهار ولا كل دقيقه ولا كل ثانيه كتعايرني باللي ما عنديش با، باللي برماني، باللي انا بالفنقه. يعني واخا انا عندي لاكارت ناسيونال ديالي معترف بيا الوالد ديالي، ولكن هي اهم نقطه ديال الضعف ديالي انا كتشدني منها دائما. والمشكله في هذا الشيء هذا، ملي كنمشي عندو كنقولو ها بنتك شنو كتقول شنو كتقول، ما كيعاتبهاش، ما كيقولش لها حشومه اختك كبر منك، ما كيقولش لها احترميها، ما كيقول لها والو. ما يعني تبدل بزاف. انا عطيت ابسط مثال هو الوقيته ملي كنا كنحطو العشاء ما كانش كيدوز ليه بلا بيا، دابا بحال انا ما كايناش. وهذا التغيير هذا ديالو ضرني بزاف، حيتاش ما كنتش كنتوقعه منه الصراحه، حيتاش كان عزيز عليا وما كان مبقاش كياخذ ليا حقي. يعني ولا ايفيتيني من حياته، كان عزيز عليا واحد الدرجه تقيسني في عيني وما تقيسني فيه. تبدل بزاف، وانا هذا الشيء هو اللي صدمني في حياتي، وما بقيتش عارفه كيفاش نتعامل. دابا راه جايه 4 مو ما كنهضرش معاه، حيت ملي كنمشي كنهضر معاه كنقول له بنتي قالت وقالت، وبعد النوبات كتبغي تهجم عليا وتضربني واخا انا اختها اكبر منها. شحال من نوبه كيرات عليا بموس، شحال من نوبه هزات عليا بوطا، شحال من نوبه. يعني راه سيدي ربي اللي عالم على هاد الهضره اللي كنقولها، ماشي كذوب ولا نفاق، ما كياخذش ليا حقي فيها. وانا ما بغيتش نلجأ للمخزن ولا للقضاء، حيت هذيك راه اختي ما نبغيش نضرها، وهذا الوضع هذا عياني بزاف. وهذا الوضع هذا الوالدة ديالي ما رضاتش فيه بزاف، يعني دابا ولات كتعاني من الداء السكري المزمن ومرض الكلاوي المزمن. يعني انا اليد الوحيده ديالها اللي تقدر تعتمد عليا في اي حاجه. يعني هذا الوضع هذا اثر فيا بزاف نفسيا، والماده كتجي وكتغيب كيف ما كيقولوا. الحمد لله على قضاء الله وقدره هذا الشيء اللي كاين. مرحبا ابتسام، شكرا لك بزاف على الاستضافه ديالك. مرحبا ابتسام اختي، كنشكرك بزاف على هذه المشاركه اللي خليتيني دخلت ليها. مرحبا اختي ابتسام، شكرك بزاف، واحد الشكر لا مثيل له. الله يعطيك الخير اختي ابتسام، هذا فضل وامتنان منك، وشكرا لك بزاف انت لانك اعطيتينا المختصر المفيد. شكرا لك ابتسام، شكرا على واجبك. بارك الله فيك ابتسام، شكرا لك. 26 عام. قبل ما ناخذ اي تواصل غادي نستوقفوا انفسنا مستمعينا الافاضل عند هذه القضيه ديال ابتسام صديقتنا من الرباط. 26 سنة، عرفنا باللي الأم ديالها انفصلت على باها وكانت هي حبلة. في الوقيتة ديال 8 سنين تزوجت الأم ديالها، عاشت في كفالة زوج الأم. حكتنا على المناحي ديال حياتها أو الحوايج الإيجابيين طبعا اللي قلتهم لنا، هو أنها عاشت في كفالة هاد الرجل الأم. يمكن الحوايج اللي طبعوا حياتها السلبيين هو واحد الوقت كتشوف راسها باللي تبدلات عندها بزاف الامور من بعد ما كانت يمكن مزيانه مرتاحه لا ماديا ولا معنويا، كانت معطاءه، كانت دائما حريصه على انها تكون في وسط خوتها بداك الجود الارتباط الاسري. من بعد هاد المرحله اللي شويه محنه فيها يعني خلتها تفكر تفكير سلبي، خلتها تشوف صورة سلبية، خلت الآخرين من حولها كتشوفهم سلبيين، أو لا الآخرين من حولها في الوقت نفسهم مني هي ولات سلبية، تهما عطاو ردود أفعال سلبية. على كل حال ولا كل شيء سلبي لما تخدات المراحل السلبية في الحياة ديالها، شي باش ولات تعيش مرحلة أن رجل أمها تبدل وخوتها تسيئوا لها، في حين انهم كان الايجابي في الحياه ديالها طبعا
ما كانتش كتشوف هاد الشوفه هاد الابتسام شنو تقدر تقول لها؟ هل هي محتاجه طبعا الى خلق نوع من المصالحه مع نفسها؟ الكون انه محتاجه على انها تعمل بعض الحصص اللي ممكن انها تمكنها وتعرفها باللي الانسان في الحياه ديالو تقدر يعرف منابع قوة وسيقدر يكون عنده بعض نقاط الضعف كيفاش منه يتجاوز التقصير فيها، كيفاش انها في السن اللي كانت فيه ديال 8 سنين ويعني كمرحلة أولية في حياتها أو لا حتى قبل منها بشي شوية ماشي تدرك بأن ابتسام 26 سنة الآن ولات مطبوعة حياتها بحويش أخرى، بأمور أخرى، متغيرات أخرى، حتى ولو أنه الأشخاص طبعا اللي هما اللي كانوا خوتها وصغار الآن راه فتحوا حياتهم على فترة ديال المراهقة، أقلهم أختها اللي عندها 14 سنة. رشيد من قنيطرة، مرحبا بك. بارك الله فيك خويا مصطفى. أهلا وسهلا سي رشيد. كنشكرك على هذا البرنامج هذا الشيق اللي حنا مدمنين عليه يعني من الله يبارك فيك سيدي، شكرا على التواصل ديالك. بارك الله فيك خويا مصطفى. عندي واحد التدخل وعندي واحد البوح. ناخذوا بعد ناخذوا البوح ديالك على اساس انه ان شاء الله نخليو التدخل فرصه اخرى. ناخذوا البوح ديالك ان شاء الله. انا خويا مصطفى كنت مزوج بواحد السيده. شحال دابا العمر ديالك السي رشيد؟ العمر ديالي دابا 30 سنه. ايه انا حيت سمعت هذاك السيد اللي من فاس لك الزوجه ديالو معتقله وهذا، قلت ربما ياخذ عبره مني انايا. ناخذ انا تجربتك بعدا. كنت تزوجت واحد السيده عن حب. تزوجتي سيده يعني عن حب؟ ورغم ذلك كنت يعني كاذب عليها في بزاف الحوايج ما كانتش مكتشفاهم فيا، يعني كنت خدام انايا مع خالي في شركه. كنت كندير ماجازيني. ويعني شي اوقات خارج العمل تندير فيهم شي حوايج اللي يعني خايبين ما في. فهمت؟ ومع الوقت بحال الا بغات تعاتبني يعني طلبات مني الطلاق، وهي عرفتني انا ما نقدرش على الفراق ديالها. عرفاني بانني يعني بغيتها. يعني وصلنا في المحكمة، مشات رفعت عليا دعوة ديال الطلاق، وهذا من بعد بشي 15 يوم يعني كنت انايا سافرت. وهي ساقت لي الخبر بانني تعتقلت. كيف سافرتي وكانت هي ساقت لك الخبر بانك تعتقلتي؟ كنت سافرتي؟ انا كنت يعني انا كنت شي اوقات يعني خارج من غير اوقات العمل تندير شي حوايج يعني اللي ما خاصهمش يداروا، خايبين فهمتي، هما اللي خلوني تعتقل. و يعني كنت كنسافر بزاف للمدن هذاك، كنت المهم اللي تعتقلت هذيك الانسانه عاد زادت تقربت مني كثر. يعني جات عندي وكتزورني وتتواسيني، هذاك الشيء اللي خلاني انايا عاد زدت فهمتي، عاد زدت تربطت بها، وعاد يعني شي حوايج اللي ما كنتش عاطيهم ليها، وهذا من بعد ندمت عليهم. يعني هي دابا هي في دار الحق اخويا مصطفى. دابا توفات دابا الزوجه ديالك. يعني هذا الشيء اللي بغيت نقول للاخ، يحاول بما امكن، هذه هي النقطه اللي تزيد تقدر تقربهم لبعضياتهم، يمشي ويواسي هذه السيده هذه اللي هي راه الاعتقال، وهذا راه الشيء هذا يقدر يزيد. انت كتقول بلي بعض المرات كاين بعض الاشخاص واخا تشدوا تبدا تنصحوا وداك الشيء بما انه ما طلبش هو النصيحه وما عندوش تقدير للنصيحه، يمكن كتقدر تردعوا حوايج اخرين، القانون ولا شي حاجه رادعه بالنسبه ليه، وتقدر تردوش. انا الانسان اخويا مصطفى
يعني رغم التراوغات والكذوب اللي كنت كنكذب عليها وهذا هي كانت عارفه فهمتي كانت عارفه هذوك الحوايج اللي تندير انايا وما تتبغيش تصلحني وما تتبغيش تقول لي انت تدير وتدير وتدير يعني انا يعني يا خويا مصطفى انا ما شنقول لك ما كان خاصني حتى خير فهمتي خدام يعني مع خالي في الشركه ديال خالي اللي خدام فيها وما محتاج لحتى شي حاجه يعني هذاك الشيء كان عندي كهذاك الشيء اللي كنت كندير كهوايه تنبغي نمارس انا هذاك وهي كانت عارفه كل شيء وعارفه الناس اللي كنتلاقى معاهم وعارفه هذا وجد يعني تتنبهني بواحد الطريقه اللي حبي انا ملي كنشوفها تهضر معايا هكذاك يعني بحال ما تنتقبلش فهمتي تنقول لها علاش تي تهضري انا راه كنكون غير خدام راه تيعيطوا لي غير الخدمه بالليل ولا هذا كتحاول تخبي داك الشيء هذا الشيء هذا ضرني في خاطري بزاف فهمتي مرض لواحد الدرجه اللي يعني كنحس بالندم وتنحس في نفس الوقت نحس بالوحدانيه وعندي معها وليد اخويا مصطفى في عمره دابا 6 سنوات هذا هو اللي بغيت نقول اخويا كنتي دابا يعني داك الشيء اللي كانت واساتك وانت في السجن ديك الساعات يعني ملي خرجت يعني بقيتوا عايشين في علاقه زوجيه توفات عاد زدت اخويا مصطفى فهمتي عاد زادت العلاقه ديالنا ولات جديه اكثر يعني كنت قبل كنت يعني كنقول لها شي حوايج اللي فهمتي كنقول لها شي حوايج اللي ماشي ما مزيانينش وانما تنحس انا دابا نفسيا تنريحي مع راسي انا لواحد الدرجه دابا حاليا اخويا مصطفى اللي واصل ليها يعني الصوره ديالها وخيالها ما فهمتي ما تيتحيدش ليا من قدامي ما كيفرقش فهمتي ودابا التصاور ديالها يوميا خاصني نشوفهم يوميا خاصني نراجعهم عقلتي على ذاك الخير اللي صرفات فيك الشيء اللي خلاك تبقى متشبت بها وا خويا مصطفى واخا هي كانت من بعد ملي جات لعندي الزياره وهذا يعني هي عاودت لي كل شيء قالت لي انا هذيك المحكمه اللي مشيت ليها وادي راهي بحال كنت بغيت عين نردعك وفهمتي بغيت نقربك مني وبغيت بحال بغيت نخوفك فهمتي انا راه ما كنتش ناويه كاع نتفرق معاك وما كنتش ناويه ندير هذا الشيء هذا انا راه بغيت عين نكونك كانسان اللي الشخص اللي مزيان انت مزيان فيك كل شيء مزيان ولكن هاد الحوايج اللي تدير راه هما هما شوف النتيجه ديالهم فين وصلاتك نعم هذا هو واخويا مصطفى دابا كنطلب منك ومن المستمعين دابا انايا دابا المده ديال السنه هذه كامله يعني ما فهمتي وليت عايش في واحد الوحدانيه وعايش ما قاد متخوف يعني خايف على اكثر حاجه كنخاف خايف عليها دابا يعني هو الابن ديالي وهذيك الانسانه بغيت نكون وافي ليها ما بغيتش فهمتي بغيت نربي هذاك الوليد بحال كاينه هي بحال حاضره هي ما بغيتش هو واقع الحال انه يمكن لك انت تستحضر الروح ديالها وبولدك لان ولدك كان منها ويمكن لك تستحضر الروح ديالها بالدعاء ولكن هذا الشيء ما تيعنيش انك يعني تفكر في الحياه يعني اخويا مصطفى انا كمؤمن كنامن بالقدر والقضاء ديال الله سبحانه وتعالى يعني الموت علينا حق فهمت ما هو ورغم ذلك ما يعني تنبقى نتخوف لا نمشي ندير شي علاقه مع شي وحده ولا نجيب شي وحده اللي تكرفص لي على ولدي وانا كنشوف ولدي دابا يعني هي معايا انا هي بوحده ويعني موفر ليه كل شيء مهلي فيه ما مخليه فهمتي هادشي طبعا ما يمكنش يتقلص ما يمكنش ينقص ما دام انت اب مسؤول وكتحضن ولدك هادشي ما تينفيش على انك يمكن ربما ترتبط هذا ماشي مساله اطلاقا لا غتجيب غير اللي تكرس لك على ولدك لان ولدك تيبقى هذاك ولدك تيبقى حق الرعايه مكفول لك انت كاب غير تيبقى كيفاش يكون ولدك عايش في وسطكم في ديك الظروف ولدك دابا عنده 6 سنين خويا واخا انا كنشكرك بزاف يا صديقنا الفضيل على التواصل ديالك السي رشيد من قنيطره السي عبد الصمد من العيون مرحبا سيدي سلام سي مصطفى لاباس الله يبارك فيك السي عبد الصمد مرحبا بك من جديد يا صديقنا عبد الصمد بارك الله فيك مرحبا تفضل سي مصطفى مبروك ما تزاد عندك الله يكرمك يا اخي الله يزيد فضلك وخيرك الله يكرمك سيدي بارك الله فيك
قلت لك عندي واحد المدخله ديال هذيك السيده هذاك السيد اللي قال لك مراته دابا في السجن. اييه حيت هذا السيد دابا اللي هضر دابا حتى هو دار قال لك حتى هو كانت واحد السيده ديالو يا كان هو تعتقل. اه كان تعتقل هو الوضع طبعا لكن الوضع ماشي بحال بحال مختلف. اه مختلف لان السيد دابا هذاك الاول راه هو اللي بحال قلتي هو اللي رماه في السجن. اه القضيه شويه اش غايقول لها بغيت لك الخير ما شويه ماشي هذيك غادي تقول له انت ما باغيش ليا الخير على حسب اللي رماك في السجن باغي لك الخير. وا تيبقى لا عنده القدره باش يكونوا بجوج متصافحين وكل واحد هي تجاوز على داك الشيء اللي فات وهو يتجاوز على داك الشيء اللي بلغ ولو انه ربما يمكن يقدر يكون معاه جزء من المبررات والدوافع علاش دار هذا الشيء. لانه تبليغ على حاجه مسروقه راه ماشي راه واحد الحاجه اللي مسروقه بطبيعه الحال راه خيانه ديال الامانه ومجموعه ديال الظروف فيها. هي تيبقى الوضع شويه مطبوع واش عندهم القدره بجوج على انهم يقدروا يقلبوا الصفحه ويبداوا صفحه جديده يعني مطبوعه بالسماحه والعفو. هي تجاوز على اللي فيها وبما انها ادت الضريبه ديال العقوبه السجنيه هو في نفس الوقت يعاود يثق في نفسه ويثق في هذه الزوجه ويعطيو لراسهم قدره باش يقدروا يديروا حياتهم. هذه واش كتبقى هذه المساله وارده ولا ما واردهش؟ هذا هو السؤال اللي مطروح. اه تقدر توقع ولكن مع هو قال لك دابا كيتلقى تهديدات صعيب باش يتواصل بعدا. واخا شكرا لك بزاف السي عبد الصمد من العيون وكيبان كتب لي تتتأب يا صديقنا الفاضل. خليك معنا راه باقي بيناتنا طبعا وقت متيسر. السي عبد الصمد من العيون السي رشيد من جديده. اييه السلام عليكم. وعليكم السلام السي رشيد. مصطفى لاباس؟ الله يبارك فيك السي رشيد مرحبا بك يا اخي. صحيح لاباس؟ الله يبارك فيك السي رشيد. سنه سعيده. الله يسعد ايامك ان شاء الله. بارك الله فيك السي رشيد مرحبا. الله يبارك فيك السي مصطفى. انا اللي بغيت نقول لها الاخ اللي قال لك اودي راه هذاش كيقولوا لي شكون راه ماشي بحال اللي دخلك للحبس وغادي دير معاه مزيان. ما عاود بالله اش ترى زين اخ جاك التوتر. هذا السي مصطفى اش بغيت نقول لك؟ لا عاود لي الفكره ديالك. يا بلي راه سدي لي ديفاك ماشي مشكل. زعما هذا السيد هذا الاخ هذا اللي لقى المدام ديالو كتسرق. اه انا اللي بغيت نقول. اه والله ما اير قول زعيم وقول واخا. المهم هذا السيد هذا اللهم يطلقوا هادشي اللي غنقول لك. وطلقوا ما الى يختاروه بجوج راه ما يحتاجوش كاع لينا حنايا. وما يحتاجوش تاخر ما موقع عندهم صافي اللي دخلك للحبس راه ما وقع عندك ما دير به. الا غيختار كتنقطع الا اختار هو الطلاق ولا الا اختارت الطلاق راه غيوصلوا ليه بالقاضي يختاروا المسالك القانونيه بلا ما يعيطوا لنا كاع هما بجوج ولا هي كاع ولا هو. واخا سي حسن من الزمور. الله يبارك فيك السي حسن. اعطيني اخويا صوتك عالي. واخا اخويا كاين اخويا عندي واحد التدخل من ناحيه هذاك السيد اللي كان اعتقل الزوجه ديالو. اللي كانت توضعات الزوجه ديالو راه الاعتقال ماشي هو اللي اعتقلها. حيت هو اللي بلغ بها كان هو السبب في الاعتقال ديالها. بس مصطفى انا كيظهر لي على حسب سميتو هذيك السيده كيصعب عليه باش يبقى عاوتاني يتواصل مع الحياه لان المراه مع المراه غادي ما بقاش هذيك العيشه بيناتهم اللي غادي. شكون من يدري راه كاينين بزاف عشنا معاهم حنا في البرنامج وضعيات بحال هادي. المراه ما كتنساش دابا شتي مازال الراجل كون اعتقل الراجل هي اعتقل راه حتى واحد شوف راه حتى واحد ما كينسى سواء المراه ولا الراجل راه تحبك اي حاجه دازت لنا بالحياه ديالنا تنساوها راه غير تنتعايشوا معها ولا كنقدروا نتجاوزوها ما كتبقاش ماثره علينا وكتبقى مخزنه في الذاكره ديالنا. تحياتي.
وحنا في التواصل الليلي ساهر مباشر مع كثير من الاصدقاء ديالنا في اثير اذاعه ام اف ام، الاذاعه العائله المغربيه بامتياز. سي العربي شكرا على كثير من رسائلك. اهلا صديقنا. العفو 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 سيدي مصطفى، الله يبارك فيك. سي العربي شكرا على رسائلك. تحيه الاطقم اللي في البث واللي في الارسال، والى المخرج عادي محمد. اي وهل يخفى القمر يا سيدي مصطفى؟ سي العربي انت نطلع على رسائلك جميله جدا في فيسبوك. نعم يعني. نعم نعم اضطرت نكتب غير هاد الاسبوعين، يعني انا تعرف سيدي مصطفى. نعم انا منذ بدايه البرنامج وراني فرحان من اللي غادي دير هاد الذكرى ان شاء الله. دابا قررت باش نكتب هاد الاسبوعين او ثلاثه ويستسمحوني الناس ديال الفيسبوك. انا راجل كبير شويه ما خصني. انت انت السي العربي انت واحد من الناس اللي عشتي معنا البدايات. نعم 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 سيدي مصطفى. ما حوجه معك بغينا نشموا العبق والعطر ديال الذكريات اللي انت كتحتفظ بها، والحوايج اللي انت كتحتفظ بها في البرنامج، والحوايج اللي انت استلهمتيهم كافكار من البرنامج. يعني نعم 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 سيدي مصطفى، استفدنا الكثير وأزرت الكثير وأخيت الكثير. هذا ماشي مجاملة، ما ترميوش الورود، ما نزكي على الله أحد، وإنما هذا ما يخالج صدري وما نعرفه حقيقة سيدي مصطفى. أنا ما تنبغيش نتصل سيدي مصطفى، راه قلت لكم استحيي منكم، وهذه ماشي هذه الله اللي تيشهد لي منذ عقد من الزمان بكثرة طيبوبتكم ولكثرة كرمكم وجودكم من كل شيء. وما تنبغيش نتصنع في الهضره ولا انا كلامي بحالك، ولكن قلت لك الكلمات تتضارب في فمي باش تبغي تخرج كل شيء. لهذا انا لست مؤهلا بالنصيحة، سنقول لك ما أحوجني أنا إلى النصيحة، وما وأنا أنا أعتبر نفسي ضعيف قدام هاد الناس والأساتذة اللي هما تيمنوا علينا بالكرم ديالهم وبالأفكار ديالهم النيرة. سيدي مصطفى الله يستفيك دنيا وآخرة وكل من يعمل معك. الله يكرمك. وراني أنا معكم يوميا، وهذا سميتو هاد الإدعاء يعني راه يعجز اللسان. أنا بغيت تحط واحد، لأنه أنت واحد من الناس اللي يعني بدا التواصل ديالك معنا من بدايات الأولى لليل، لدرجة أنه انت هذا كنت لطف منكم، هذا لطف منكم. انت لدرجه انه انت كنت المكيسه للعمل المباشر، كان في واحد الوقت كثيره يعني قدرتي على انك تجي وتشوف الاخوه في الاذاعه وتشوف الفتره الليليه. لا اخفيك سرا سيدي مصطفى، واحد المره مشيت في ثلاثه الليل بدون شعور. يعني بدون شعور يعني مشيت وسميتو استقبلوني الناس اللي هما تما. تبارك الله، يعني راه قلت لك يعجز اللسان عن وصفهم. انا يعني كل ما نعيا ما نقول ونعيا ما نتكلم ونعيا ما سميتو يعني الجميل ديالكم. غير اللي هذا اللي بغيت نقول لبعض الاخوان وبعض المستمعين، يعني الاذاعه راه ما يمكنش ليها سميتو دير هي وسيله ديال الاعلام تتبلغ وتتخلي الناس باش يستوعبوا شنو اللي كاين ولا سميتو، وتتأزر وتتفتح هاد الباب باش الانسان ينفس على خاطره وعلى الكربه ديالو. وهذا هو اللي كاين سي مصطفى، باش ما نطولش عليك، راه الكلمات قلت لي عجز اللسان، راه ما تنبغيش نتكلم، ولكن بعض المرات سي العربي انا راه كيما قلت لي راه اي حاجه عندي بالساعه وبالدقيقه وكيما قلت لي كل شيء من اكادير الى مراكش الى الدار البيضاء سيدي مصطفى. وتأثرت واحد النهار سيدي مصطفى، ما تنبغيش نقولوا يعني كيما تتحسوا بينا تنحسوا بكم. نعم. من زفراتكم وانتم تتحسونا من آهاتنا وتسميتوا. نعم. من اللي قلتي انا امر بضائقه يعني أثرتي فيه بزاف، ما 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 ضائقه مرضية وداك الشيء. نعم. كنت بغيت انا غير نتصل بغيت نقول لك واحد الاسبوعين اطلب من ادارتكم الموقره أن تبثوا البرنامج من أكادير مع سي هشام بالحاج، لأن أعرف سي هشام بالحاج حتى هو يعني يزيدك شحنة، مع كامل احتراماتي للتقنيين كلهم والمخرجين كلهم. ما أكني لهم إلا الاحترام والتقدير كامل الاحترام، يعني هذا ماشي مجاملة، ولكن هذا الشيء اللي يخالج صدري. والله يشد والله تيشد في هذه الليلة هذا هو من جانبكم. وسيدي مصطفى
تم عاود ثاني تنترحموا على الناس اللي مشاو اللي منهم احلام اللي من اللي قدمتي المقدمه فاش كانت الرساله ديال الخادمه ديالها قلت انا البرنامج وقيله ساله ولكن بقول التاثير ديالها لمست فيك بانك راه انت مأثر بزاف قلت هذا لا سميتو تا قلتي لي عقلت يا سيدي مصطفى من فعلا سيدي الملح وانت هو تنترحموا عليه وتن الناس انا راه ما تنبغيش نذكر الاسماء نعم وتنقولوا السي الجناتي الله يقعد وسادك امين وتنقولوا لالا نعيمه راه حنا فرحانين بزاف بالاضافه ديالها للبرنامج يعني انا ما تنبغيش نذكر الزاويه نسمع كلهم عالقين في الدين وفي القلب كلهم بدون استثناء وهذا هو سيدي مصطفى اللي بغيت نقول لك الله يمتعك بربات ميمتك الله يبارك فيك والله يصطفيك والله يكون منك الزرع والزريعه كما تيقولوا الله يبارك فيك وراه انت راه حنا اوفياء ليكم يعني ملي تنقولوا اوفياء رحنا في الديمومة رحنا في الاستماع لأن هذا عاد خديته مع نفسي هذه عقد ونيف وأنا راني خديت على نفسي على عاتقي هذا العهد بأنني لأنك لقيتكم انتما 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 ما 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 يعجز لسان وأستسمع وتصبحون على خير ودامت لكم المسرات والأفراح بعد دخول السنة إن شاء الله الجديدة على أنفسكم وعلى المستمعين وعلى جميع الناس المسلمين بحول الله الله يعاونكم الله يعاونكم شكرا لك سمير الليل مصطفى شكرا لك العافيك شكرا لك سمير الليل مصطفى الهردوي وعادل محمد في الإشراف على الإخراج للسي العربي هو واحد من الأسماء اللي كنا اعتدنا جسر التواصل معها طبعا من خلال الفترات الأولى يعني اللي كانت يعني دي البرنامج إلى أمد الساعات الأولى من الصباح وإضافة إلى كثير من الإخوة اللي إن شاء الله أنا أأمل غدا في الحلقة دي الغدين نذكروا كثير منهم فيهم اللي سبق وحكنا وباح فيهم اللي طبعا غادي يلتحم بنا في إطار الأفكار دياله اللي كان كيقدمها وسنعيد طبعا الاعتبار للعديد من الأشخاص طبعا اللي كيستهلوا منا كل خير لأنهم صاحبونا لسنوات واعتزمنا طبعا أن تكون هذه الصحبة دائما على ديمومة هذا التواصل ديالنا الساهل المباشر سي رضوان أو عمر بالأحرى من مراكش سي مصطفى السلام عليكم سي عمر من مراكش أهلا وعليكم السلام ورحمة الله سي مصطفى بخير الله يبارك فيك سيدي سنة سعيدة أخوة سي مصطفى الله يبارك فيك سيدي بارك الله فيك واحد تدخل على سي مصطفى بسيط الله يرزقك بخير مرحبا هذاك السيد اللي دخلت من مرته السجن أيه سي الله يجازيك بخير المشكل معقد نسبيا يعني أنك واحد الوقيته قلت لهذاك السيد حنا لا بغينا نقولوا يتفرق مع هذيك المرأة لكن علاش ندخلوا ياك لا ما قلتش انا شي سمعني ملي قلت لي حتى دخل ديال واحد قلت له ودي لا بغينا نقول لا بغينا نقول غير يتفق معنا كاين لاش ما شي راه عارفه هو بلا ما نقولوا ليه يعني يمكن يفرقوا ماشي مشكل هذا هو هذه الفكره اللي كنت كنقول زعما الا احتاجوا يتطلقوا بيناتهم الا احتاجوا يتطلقوا بيناتهم راه كلهم تيعرفوا القانون راه غيمشيو ليه ايه واخا سي مصطفى دابا هو ما تلتجا لهذاك الاجراء حتى عرف راسو انه راه هو في خطر وراه عنده مشكل أيه. وعنده مشكل اصلا أيه. لانه الى كيتسمى اخفاء المسروق أيه. وبالتالي الى حصلت هي ربطوها غادي يولي حتى هو غادي يمشي للحال بطبيعه الحال يعني هو راه ما دار الاجراء حتى دار استشارات مع صحابو راه اكيد انه دار استشارات بطبيعه الحال دار استشارات وقال له واتخذ اجراء وهذاك الاجراء اللي اتخذ راه كان صائب اللي يكونوا بقات هي راه غادي يمشي حتى هو للحبس انا مستعد غدا هاد المراه الا خرجات وهي كتدي ادى الضريبه هي مراتي ولكن داك الشيء اللي دارت قبل راه انا بالنسبه ليا في واحد الوضع اللي هو خطير لا عليا ولا على المحيط اللي داير بيا ولا على الاسره ديالي يمكن كلنا نتابعوا ايه سي مصطفى هما وصلوا لواحد الدرجه ديال الكلام الخبيث وعاود لك هذيك اللي كان ولات تقول لي شي كلام ديال الثقه كلام خايب يعني كلام ما بقاش ديك المروه بيناتهم نهائيا الاحترام تيغيب في العلاقه الزوجيه يعني كتبعتي وبالتالي انه اصبح مهدد راه حتى كدور لها التليفون كتقول لي والله تنقتلك والله تنديروا لك انا كنصحو نصيحه لي اللي انا نصيحه اخ انا نصيحه اخ انه يتريت وما يتخذ شي قرار باقي ما يتخذ شي قرار ديال الزواج لانه يعني باقي متعلق بها وراه هذاك التعلق راه يقدر يخلق لي واحد المشكل لانه يعني يقدروا هما كاع يرجعوا ولكن راه كيدونا كيدا راه يقدروا يديروا لي شي مشكل اللي يضربوا لي يضربوا يصحطوا ويضربوا لي سميتو لانه راه موش راه مشكل تعقد سي مصطفى انت ربما كتشوف باللي يمكن المساله قد تعود الى الطأر
ربما كما دخل على الحبس تعاود مصطفى بشكل 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 مستور يعني شكل غادي يعرف راسو هو شكون اللي ضربه. وبالتالي انه من الاحسن انا من الاحسن في باليا من الاحسن من الاحسن يشوف كيفاش يحتضن هذاك الولد ديالو ويقلب على حياه اخرى مع شي مع الى بغى يتزوج ولا شي حاجه من الاحسن. لانه دوكا المشكل راه ما بقاش راه ولات صباح مهدات تقول كدوري التليفون كيقول لك ديروا لك ولا تنفعلوا لك ولا كذا. انت في باليا سي مصطفى ما بقاتش ما بقات اشرات واخا 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 نعم سيدي واخا واخا نعم سيدي شكرا. هذه وجهه نظر ديالي. الله يودي الله يودي مرحبا الله يودي مرحبا سي مصطفى سمحنا سي مصطفى الله يودي يا اخي مرحبا الله يودي مرحبا تفضل يا سيدي بارك الله فيك شكرا لك سي مصطفى من وجده. اهلا وسهلا يا صديقنا الفاضل الله يبارك فيك سي مصطفى تحيه موصوله اليك والسعاديه الله يكرمك سيدي بارك الله فيك الله يبارك فيك سي مصطفى. غادي نبدي بواحد السؤال وجيه طرحتيه لصديقنا السي حسن. قلتي له ما هي القضايا اللي استأثرت باهتمامك خلال هذه العشر سنوات. سؤال وجيه. هي الانسان اللي كيبغي يجاوب على هذا السؤال تيجي صعيب الجواب. لماذا؟ لان كل القضايا بالنسبه لي كل القضايا تستحق الاهتمام. اهتمام من دون شك. أبسط القضايا فيها جزء بسيط يمكن نتعلمه منه دروس. بطبيعة الحال. ولكن كاين قضايا تتبقى لنا في الدين. لأنه كنعيشوا معاه هاد العشر سنوات. وإلا جات الفرصة غادي ناخذوا بعض القضايا اللي هي الآن كما هو القضية ديال الأخ اللي يمكن ناس اليوم أنت كتشوف. بالنسبة للعشرة سنوات أو 11 سنة ديال سمير الليل. وانا كنطلب من السي حسن يسمح لي ناخذ منه واحد الكلمه جميله استعملها. سمير الليل كان مدرسه بالنسبه لنا. ماذا تعلمت انا منه؟ تعلمت منه اولا انني الاصغاء نسمع نهضر اقل ونسمع اكثر باش نعرف البوح فين غادي شنو كيوظف الانسان ككلمات وفين بغى يوصلنا به. وعلمني هاد المدرسة علمتني الصبر بزاف. لأنه وليت ندير مقارنة. لما أنا أصاب بأي شيء تنقارن نفسي مع الآخرين وتنقول أنا ما عنديش مشكل. لأنه داك الشيء اللي سمعت خلال هاد السبعة سنوات اللي أنا صديق البرنامج فيها تنقول الحمد لله. أي حاجة صابتني تنقول ما هياش بالنسبة لفلان مسكين اللي قال وفلان اللي قال وفلان اللي قال. نتمنى انه هاد السيد اللي كان هضرنا البارح وقال على انه هذه تكون اعمال اكاديمي. فعلا فعلا يستحق ويستحق السي مصطفى انه هاد الاعمال يخرج للناس. ولكن السي حسن قال اكثر. لانه بالنسبة للسي حسن رجل الشعب ورجل انا غادي نقولها بواحد الطريقه اخرى. تمنيت انه ممثلي الامه اذا كانوا عندهم هذه الكلمه ديال ممثلي الامه ينزلوا كما نزل سمير الليل لعند الشعب. ما ندوزوش في الازقه ونشوفوا الشوانط لا نشوفوا شنو كاين في الديار لان مبلعين الديار فيهم اشياء لداخل هما الناس كيبوحوا بها الان يعطيو غير الود ان يسمعوها شنو راه ماشي زعما شي حاجه ما كايناش وغريبه وما ممكناش. لا بالعكس اجي علاش ما ناخذوش كاع حنا العبره من رجل احببناه كثيرا وتنعطيو به التاسي والنموذج بالاخلاق والرفعه والعدل. الرجل عمر اللي مشى كيتسارى على الديور تسمع باللي المراه كيبكي ولادها وهي دايره القدره فيها الحجر مشى كيستقر نبض المجتمع. فعلا علاش ما ناخذوش منه العبره؟ فعلا هذا اللي بغى يقرب للشعب. فهاد الاشياء بحال هذه يعني فيها كل شيء. بغيت الاقتصاد كاين، بغيت ما هو اجتماعي كاين، ما هو سياسي كاين، ما هو ثقافي كاين، حتى كما قال سي حسن ما هو فكاهي كاين. يعني الانسان الماده الخام موجود. يا ريت كما قلتي البارحه سي مصطفى انه كاين الحمد لله طلبه اللي راهم في اتصال معكم.
يعني مشاريع تكون إن شاء الله. ويكون سمير لي ساهم بالقسط الأوفر فيها إن شاء الله. غادي نرجعوا للأخ ديال المكناس. إيه. وسمح لي السي مصطفى إلا كنت شوية غادي نكون مغير في التدخل ديالي للإخوة اللي دخلوا قبلنا. إيه. من خلال البوح ديالو تلاحظوا على أن الأخ منذ البداية بدأ عطانا واحد الخيط وبدأت يبين لنا أن الهوة غادي تتوسع بينه وبين الزوجة ديالو. أيه. قال أنا كنت خدام خطرة ناديل خطرة كندير كذا خطرة كندير كذا وكنت تنوفي بالواجبات ديالي للدار ديالي وكأن به أنه الواجبات هي نجيب الماكلة ونجيب الخبز ونجيب كذا ما يمكن ما كانش يشوف أن الزوجة ديالو محتاجة لأشياء أخرى الشيء اللي دفعها أنها ولا تطلب بغا تخدم بالنسبة لي هو كان بدأ كان رفض لكن تحت الضغوطات ديال أمها والعائلة وهي أنه هذا السيد التالي اقتنع بما سمع وخلى ضمير ديالو باش كان مقتنع هنا لما قبل الهوة بدأت تكبر لما خرجت هذه المرأة للعمل وهذا حقها حقها أنها تخدم لأنه غادي نعرف هذيك اللغة اللي غادي تقال داخل العائلة وعلاش ولدي وما تخليها تخدم وتعاون وديروا دار ودير سانتوما الطوموبيل وديروا يمكن نساقم وراء هذه الأشياء ربما قال لي هاد الناس عندهم الحق كذب نفسه وطيقنا هل هي حل اللي هو بدأت تكبر خرجت السيدة بدأت الطباع ديالها كيتغيروا هو هادشي كيشوفه تطرح سؤال على نفسه وما تلقاش الجواب اشنو اللي بدل اشنو الطراغ اشنو اللي بدل فعلا وهو ماشي قرب للمرأة ولا تبعد عليها تذكروت من برا وكذا وما تتبغيش طيب وكذا هاد الاشياء هي كانت تضره في نفسه وهو تيشوف على ان هاد الامور ولا هاد الزمام الامور ولا تهرب له من يده فتشد خيط ديال العنكبوت ماشي انه يسترجع المرأة ديالو قال راه ننتقم هنا تيمشي يدير هاد المبادره يمشي يسول واش هاد الحوايج واش كذا واش كذا تيجز الزوجه ديالو في السجن وكانه تيقول راني درت عمل لا ما درتيش من الجهه الدينيه كلها الناس ما تقنعناش بها لا ما درتهاش من هاد الجهه تبغي تسترجع الزوجه ديالكم اللي الامر استعصى عليك بل لك هذا هو الطريق وهذا هو الخطأ اللي ما يمكنش يتصلح ليه رغم انه السي مصطفى نعرف القلب الطيب ديالك شنو قلت له يمكن انه يزورها وكذا واتصالات وكذا ربما تاخذ هي الدرس من هذه الامور وترجع وكذا لكن هذه 20 يوم باش وقع هادشي باقي الجرح كبير دوك لانه باش يشوفوا حتى العائله ديالها ما يقبلوش يشوفوه هو خصو يقنع نفسه بواحد المسألة ماذا يريد أنا سمعت في آخر التدخل ديالو قال على أنه مشيت وهي راه دايرة المسائل ديالها ديال الطلاق وصافي يعني بحال لها الزدي وهي حنا دابا اللي نقدروا نسجلوه كملحوظة في البوح ديال هذا المستمع يعني هي كل شيء دايره يعني عندها بزاف ديال النقاط سلبيين هو الحاجة الوحيدة اللي دايرها وانه بالله صافي هادشي اللي دار هو في نظره في نظره هو طبعا انا ما كنقولش لا ولكن راه خصك يشوف كما تتقول ديما السي مصطفى راه ما يمكنش يكون مشكل داخل واحد الاسره راه تيبدا غيب واحد الدره بسيطه ما تردوش البال وتكبر هذيك ديك لا بول دو ناج غادي تكبر حتى نهار تفجر تيقول واي يا ما بغاش تسمع لا راه ماشي راه كاينه امور اخرى ما شفتيهاش وتغاضيتي عليها ما بغيتيش تشوفها من اليوم هربت لك الامور من يدك قال لك هذا الحل هو سهل لا ماشي هذاك هو الحل كان ربما وانت معها في الدار تقنعها انه تخلى على داك الشيء وتبقى مراتك بدل ما تمشي تزج بها في السجن انا كيفاش يمكن تسمح لنفسك دروك انت غادي كاع نقولوا هاد المراه وغادي تمشي وتتصل بها في السجن وكانوا يمكن ترجعوا دائما غادي تبقى تشوف فيك ديك النقطه ديال هذا دخلني للحبس او لا تشوف فيها انت باللي تقدر تقر منك فعلا وهذه هي الكلمه اللي كنت بغيت نختم بها سي مصطفى او ينتظر الانتقام او حاجه اخرى
هذاك الولد بيناتكم كيفاش كيشوفكم بجوج؟ صحيح صحيح وهو المآل ديال هاد الولد اللي غادي يولي يلعبوا به دابا نسابو هو تشوفوا ولا ما تشوفوش ما نخرجوا ليكش لا ما نعطيو ليكش ولا خرجوا هو خصو يهضر عليهم ما كان تدير وهنا ها واحد اخر غادي يضيع في المجتمع ديالنا ولهذا تنقول هذا السيد فكر اولا ريح بعدا مع راسك شوف انت شنو بغيت لانه بكل صراحه مشكل ويسمح لي انا ماشي طبيب نفساني مشكل عنده في شخصيته هو خصو يرتب افكاره ويشوف اشنو اللي يبغى يمكن يمكن بتدخلات يمكن هذا الشيء يصلح وهذا ما نتمناه ولكن انه بالسهوله اللي كيتصوروا الناس يمشي ويتصل بها وكذا ومن يخرج وترجع لا اظن انه غادي يكون انا ومشرد فكره علاش ما يفكرش حاليا حاليا شتي حتى في هذا الامر ديال الانفصال كاع الى تعتبر واحد من الخيارات اللي هو بغاها حيت هو اللي عاود لينا ماشي هي اللي عاودت لنا الى كاع طرح هذا الخيار حتى هو يشوف الامور المترتبه عليه شوف مثلا هذا الانفصال كيفاش يا كزدي انا مقتنع به كطلاق ماشي مشكل انت انا مقتنع به ما غنجيش ونديرو هكا كنعرف علاش غادي نطلق وغنعرف كيفاش ندبر مرحله الطلاق لانه بيني بينها ولد youtube.com/mfmhd كلش نلغيها من مشاعر هو وانا باه ما يمكنش نلغي المشاعر ديالي ازاء ولدي فعلا هو راه تيبقى بيناتنا بجوج ولو اننا مطلقين صحيح 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 حتى الا فكر كاع في الطلاق يعني لا خيار له انا اظن انه من حساب لانه حتى في النبره ديالو ديال البوح تنحسو انه هز يديه صافي كما تيقولوا انا قبل الواقع وصافي وخليها وراني انا رديت لي هذاك الشيء اللي كانت تدير مدتهاش فيا راني صيفطت للحبس وصلت على وهذا ماشي هو الامر ماشي هكذا كيتشاف رجع السي مصطفى الله يجازك بخير الاخت اللي هضرت معنا من فاس ايه الاخت سكينه سكينه السي حسن تبارك الله عليه انا كان نضم الصوت ديالي السي حسن وتنقول له انه غدا الجمعه ان شاء الله غادي ندعيو لهذيك السيده ان شاء الله وندعيو الشيخ ديالها يا ربي يكون كيسمع لينا تنقول له بهاد الملايين ديال المستمعين اللي كيسمعوا البرنامج سمير لي حنا كنجيو حتى للباب عندك وكنوقفوا لك وكنرميو عليك عار ديال الاخوه وتنقول لك الله يجازيك بخير عطف كما ان الله سبحانه وتعالى عطف علينا جميعا تماما اللهم الان في هذه اللحظه هذه الا ما شفتيش في ولدك وما شفتيش مرتو شوف هذوك البنيات وخلي قلبك رحيم بهم لانه الحاجه اللي غتعطيهم كيما قال السي حسن عطيتيهم بيت ربي غادي يعطيك قصر في الجنه تماما حنا غادي ندعيو لك الهدايه بانه سبحانه وتعالى يهديك ويزرع في قلبك الرحمه وتجمع هذوك الناس لان هذيك السيده تستاهل رغم انها يمكن تصرفت مسكينه وقالت وكذا وهذا الشيء غضبكم وكذا يمكن نمسحوا هذا الشيء لانه خصنا الا كان قالت اللي درتي بحال كما تقول السي مصطفى اللي درتي بحال وما في التوب اللهم انت يكون قلبك رحيم وكبير وانت تبارك الله جد ديال هذوك البنيات وهذيك مرات ولدك راها بنتك حتى هي يغلطوا انت تمسح اعتبر بنتك غلطات يا فعلا خصو يعتبرها غلطات نتمنوا سيد ربي يزرع في قلبه الرحمه وتفرحنا هذيك السيده انه تعيف علينا هذه الايام وتقول لك اودي راه جا وراه رجعنا وراه يا ربي ان شاء الله يا ربي امين تبارك الله على خير الله يبارك فيك السي مصطفى شكرا على طيبه قلبك وعلى طبعا اقترابك من دقائق الكثير من ما يتبين من خلال بوح المستمعين الافاضل سي عبد الوهاب من بركان اهلا السلام عليكم وعليكم السلام سي عبد الوهاب الله يبارك فيك اخويا شنو راك فشي وزين ولا فشي خدمه تيبان لي السي عبد الوهاب واقيلا لا كنخدم هادشي ديال كليمانتين هذاك الشيء اللي كيبان لان كنسمع الماكينات وداك الشيء كتخدم في وقت في اكادير والساعه ما عجبنيش اكادير ولا نتحول لبركان كنخدم في كليمانتين مزيان اي اخويا السي بركان السي مصطفى بنقول لك غير واحد الكلمه دابا 10 سنين دابا وانا كنعاني منها الو كنسمعك السي عبد الوهاب
دابا سيدي الوالد توفى تقريبا دابا 10 سنين دابا باش توفى الله يرحمه. وكاين عندي واحد مرت الوالد بقليم دوار قليم اسفي دوار الدحامنا ما بغاش يعطيني حقي في الملك. كنتي قلتي لي هادشي شحال هذا السي عبد الله بنك انت ساكن في هوار انت؟ اييه والمشكل عرفتي عرفتي المشكل السي مصطفى دابا اللي طرا عرفتي شحال هذيك انت قلتي لي هادشي انايا؟ تقريبا نقول شي اصلا نقول واخا شي 5 سنين وقيله هادي باش قلت لك هاد الهضره وقيله. راك اسيدي عاقل بعد على راه ماني متسال باقي عقله. ودابا خويا دابا الارض راه مشات حفظتها بدون الاسم ديالنا حنا مشات حفظت الارض بدون الاسم ديالنا حنا دابا. اها دابا الحاله المدنيه كاينه عندها والرسومه ديال الملك كاينه عندها. ودابا هذيك الحاله المدنيه حنا كلشي كاين فيها كلشي كاين فيها حتى واحد ما كاين زعما ما مخصوص. ومشات دابا حفظت الحاله مشات حفظت الملك ديالنا بدون معلوماتنا حنايا. واش كاين شي قانون واش دابا كاين شي قانون اللي غادي يمنعها من هادشي اللي كدير ولا التزوير كاين في المغرب؟ راه الا كانت تزوير ودي نقولوا راه كاين تزوير. كان التاريخ يعاود نفسه، التاريخ بحال الا كيعاود راسه. مستمعينا الافاضل في شخص هذا التواصل ديال هذا المستمع عبد الوهاب من مكناس، يعني بقى هذا الرجل ثابت في نفس الكلام في نفس السؤال في نفس المعطيات، مع انه كان كيحكي لنا مشكل الحاله المدنيه والهويه ديالو والبنت ديالو اللي كان دار جابها من واحد العلاقه كانت زواج وفيها خيانه، مجموعه امور كنعاود لنا هذا الرجل، ولكن حيتيات ما كيعاود لنا كي قلت لحضرتكم وكأن التاريخ يعيد نفسه، مع أن التاريخ عمره ما كيعاود راسه ولو أن الوقائع والأحداث كتشابه. ياسين مرحبا بك عاود من جديد. السلام عليكم أخويا مصطفى. مرحبا أخويا ياسين. أخويا مصطفى عاود اتصلت بك باش نصحح لهذا السيد اللي عاد هضر معك عاد دابا. اللي قال لك هذا السيد هذا راه انتقم. انا ما انتقمتش اخويا مصطفى. يعني انا هذا الشيء هذا ما انتقمتش ولا درته باش حتى الناس ما يقولوش هذا السيد هذا راه دار هذا الشيء هذا راه انتقم من المرأة ديالو. ماشي ما ياخذوش عليا نظرة خايبة. ماشي انتقمتي باش تفهم حاولت تستوعب. لا دابا السيد قال لك انا زعما قال لك فقد زمام الامور وما بقاش حاولت تستوعب. ما كتسمعليش ارا نصيفطها ارا ندير لها فهمتي. انا ما درت لها والو الام ديالها هي اللي وصلتها لهذا الشيء. اي ولكن راه انت انت دابا الضغط اللي عليك حيت انت راجل اسمع ليا حيت انت راجل ما قبلتيش على راسك هذا الوضع اللي كتعيشو. حتى واحد كانت راجل ولا كان مرا في اي علاقه محن بحال هكا ما غيقدرش يتقبل هذا الوضع. وانا دابا حاجه اخرى ما قلتها لكم ما بغيتش نبوح بها وما بغيتش نقولها. اعطيني قول لي دابا هاد السيده هادي فاش مهم تشدات والمدير ديال ديك الشركه عيط على صحاباتها اللي كيتمشاو معاها اللي كيمشيو ويجيو معاها هادي ايمان وقال لهم قولوا لي كيفاش كتدير هي تخرج هاد الحوايج هادي. قالوا له حنا ما عارفين سول فلان راه هو اللي غيقول لك راه هو اللي كتهضر معاه وكتمشي معاه. صدقات بان ترى خيانه فهمتيني. دابا يعني مسبقا هاد الناس راه الى عندهم الكاميرا راه غادي يمكن يكونوا كيعرفوا كاع المعطيات كيفاش كتسرق وشنو هي الظروف فاش كتسرق. على كل حال حنا نتجاوزوا كاع هادشي الشيء اللي بغيتك تفهموا ان السي مصطفى قبيله ملي كان كيتكلم معاك كان كيقول لك اودي هذه راه وضعيه ديال بزاف ديال الرجال ملي مثلا تيفقدوا زمام الامور في العلاقه وتتغيب ديك القوامه حيت المره الاولى انت ملي قبلتي بواحد الحاجه انت ما كنتيش متقبلها انت انت هذه القضيه الفكره تخدم المراه كانت عندك فكره غير مقبوله ما قابلاش كاع النقاش. انا ما كنتش باغيها زعما تخرج تخدم. شوف انا اقسم لك بالله وخمس طفر ما عرفتش الصالير ديالها شحال كتشد من النهار بدات كتخدم حتى النهار وقع عليها المشكل عاد عرفت. واخا يا سيدي ديما كانت كتكذب عليا كتقول لي كيعطوني 1000 هادشي قلتي لي قبيله. قالوا لي في الاداره كيعطوها 2500 درهم. قلتي لي هادشي قبيله. قلتي لي هادشي قبيله ما نعاودوش. انا ما كنتش عارف زعما ما كانش عندي غرض فلوسها ولا ما نعاودوش هادشي اللي قلتي لي قبيله ما نعاودوش. ولاني باش نكمل الفكره باش توضح لك باش تفهم باش تكون كتستوعب ما تبقاش تندافع بزاف سي سي الكريم مكناس سي ياسين. مني قال لك قبيله الاخ مصطفى من وجده باللي داكشي اللي كان طراه قلت لك تيديروه بزاف د الرجال
علاش ولا بزاف الناس كيعيشوا ما تعرف في العلاقه الزوجيه بالنسبه لك انت ماشي لا ما هو قالك دابا المشكل فيه هو في نفسه عادي قالك هو المشكل راه فيه هو فهمتيني علاش ما تقبلش هذه القضيه زعما لا انا راه قلت لك اخو مصطفى انا واحد الانسان مسالم ما عنديش مع المشاكل وما عنديش مع الصداع فهمتيني اخو ما عنديش مع المشاكل والصداع واخا نعم سيدي مرحبا مرحبا داكشي علاش بغيت نصحح له باش ما يقولك زعما انا بغيت ننتقم واخا انا لو كان يجي يطلع على الحاله ديالي من ديك النهار لدابا نعم راه والله العظيم راه وليت داير بحال القطيب اي بالقصه وقالت لا ماكله لا اي المشاكل تخمام 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 واخا واخا مصطفى واخا 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 انا كنشكرك بزاف مرحبا واخا انا حاول نشرح الفكره اكثر وهي مهمة جدا الفكرة اللي أشر عليها المستمع وخصو يفهم هذا المستمع الكريم هذا اللي عيط لنا باش يتكلم واللي حكى لنا دابا كي قلت لحضراتكم مني تبين بأن الأستاذ مصطفى هكذا عبر على الفكرة ديالو مني تبين ليه بأنه فقد زمام الأمور اللي حقيتش هو مسبقا راه ما كانش فكرة أنها تخدم المرأة فكرة بالنسبة ليه ما فيهاش خط يعني زمام يعني في عليها خط أحمر يعني ماشي حاجة غير متقبلة ما قبولاش واش الضغط واش قنعوه بأنه مزيان ليها هاد الشيء باش بدأت عمر وقتها واش قنعوه بفكرة أنه رغت ما زي ما فلوسكم بجوج ورزقكم بجوج الله وعلم ما عرفناش بزاف المعطيات اللي غتكون يعني خلاته يبدل مثلا من هاد الفكرة اللي كانت بالنسبة ليه غير مقبولة مني بدات تتفقد كي كنقولوا غادي نقولها بالعاميه حيت ما لقيتش شي اسلوب اخر مني جرات لي الهضوره من تحته هذا واقع بلو بلي هو في واحد الوضع اللي ما مامنش حياته الزوجيه المآل ديال الحياه اللي كانت يعرفها في مراته شاده معاه يعني واحد كي كنقولوا مستسهله الامور وما كانتش كانت ربما ساكته على كثير من الامور في المناحي ديال حياتها حتى من بعد ما مقتنع هو باش تخدم هو بالنسبه لي له في ديك الحاله بقوه الضغط اللي تمارس عليه كيشوف هو باللي المآل ديال حياته تبدل والمراه ولات كتعيش في منحى اخر ولا تبان ليه السرقه ولا كيبان ليه المراه ما عارفين غادي تدخلوش من عالم ولا كيبان ليه ولو اللي ضايع ولا كيبان له حالته من اللي ما متقبلهاش اللي ولات راه ضاق طيب كلها هذه طبعا اللي انت كيوصل ليها الانسان لما تعيش محنه لما تعيش ضائقه وراه بدايه المحنه والضائقه قبل ما كنشوفوها مع المحيطين من حولنا والاخرين من حولنا راه كتبدا بالنفس ديالنا لانه كشحال من واحد بحال مثل هاد الامور اللي دابا مقلقه هاد السيد اللي هو صديقنا من فاس شحال من واحد ربما يقدر يتعامل معها بشي حاجه اللي يعني واحد الكيفيه اللي ربما كاع ما تقدرش كاع تخنقو ولا تخنق نفاسو ولا توترو ولا تضعفو ولا يضطرب كاين اللي بالنسبه ليه اول فتره مثلا خيارات كاين اللي فتره اللي بالنسبه ليه سالت تخدم مراتو خط حمار صافي بالنسبه ليه ولو شرط اخر ونور الا فكرت تخدم صافي سالينا وسهلا وارتاح كاع هو من هاد العلاقه كاين اللي كيقدر يبان له مثلا فكره ديال صافي بالنسبه ليه هاد المراه مشات مثلا كتعيش هاد المحنه ديال انها مثلا حتى هي عندها هاد المشكل ديال ولات كتسرق حيت ولات طامعه تعيش فوق المستوى ديالها وفوق القدر المحدود يمكن واش هواجس في نفسها تشكلات لها بانها خاصها تدير مادام لقات الفرصه انها تسرق يمكن الحاجه طبعا الرقابة التربوية شي حاجه اللي يمكن تراقبها ما كايناش اللي خلاتها تكون مستمره في هاد الشيء يمكن مجموعه ديال الامور كيقدر يراعي ذاك الرجل كيقدر يشوف باللي يمكن خصو يتعامل مع الوضع بواحد النوع من الحكمه يمكن يلجا للصرامه فوق الصرامه يقدر يلجا للنصيحه فوق النصيحه يقدر يلجا بزاف الامور هذاك الشيء باش هذا المستمع مني اختار هذا الطريق ديالي يمشي يبلغ على المراه هذا الشيء يلجا ليه لانه في موقف ضعف يمكن لو كان قوي كان يتأنى اكثر
كان يتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب. وهذا هو اللي حاول يعبر عليه السي مصطفى صديقنا من وجده، والاخ الكريم ما تقبلوش حيت ما استوعبوش. واخا غادي ناخذ معايا السي حميد من مراكش، مرحبا بك. تحياتي السي مصطفى. الله يبارك فيك سيدي، بارك الله فيك. السلام عليكم. اهلا وسهلا سيدي حميد، مرحبا بصداقتك يا اخي. سيدي مصطفى، عندي واحد نقدر نقول توسل، ثم واحد الشكر، ثم تدخل لو سمحتوا. توسل شكر تدخل. واخا عندي التوسل لهذاك السيد، يعني الاب ديال هذاك، ديك الاب ديال الزوج ديال سكينه من فاس. سكينه من هذا، نقدر نقول توسل، لانه من واحد الجانب ما تقدرش تشوف مثلا الاطفال غادي يتشردوا في واحد الوضعيه اللي باهم مريض امهم، يعني لا هي تقول بان ما خصها حتى شي خير، ماشي ما خصها حتى شي خير، انما ما بغات والو، بغات يفين تسكن ولادها. هذا ما سمعنا منها هي. اذا هو الى بقى المشكل هو ديال تسكن ولادها، انا الى كانت سيت الاستماع بحالي بحال كاع الناس اللي تدخلوا، تنقول ليه اجي ليله الجمعه الصباح كما قلتي، ليله الخميس صباح الجمعه، اليوم الجمعه، الله يجلس ربي يحن عليه، يحن على دوك الوليدات وديك المراه وداك الراجل اللي مريض. هذا كان تنحسب راسي انا تنتوسل ليه، يعني بحال تنوب عليهم ولا بحال هكا، يعني بحالي بحال كاع الناس. تنتمنى هاد السيد يكون في الاستماع ويسمع من هاد الناس اللي كاع طلبوه ورغبوه، كما قال السي حسن، ارحم من في الارض يرحمك من في السماء. يعني هذا الشيء اللي قدرت نقول له. هو اما من ناحيه الشكر، تنشكر سيدي حسن انه رجل نعمه، ضرب واحد الطريقه لا اله الا الله ما شاء الله وصل عندي، الطريقه اللي عجبتنا بزاف. نعم. وقال واحد الكلمه، قال بان البرنامج من دراسه. نعم. من طبيعه الحال مدرسه مصطفى. مرحبا سيدي. مدرسه. وانت سولت واحد السؤال. نعم. قلت ليه انت، رغم اننا ما نقارنش راسي بالنسبه للوفاء للبرنامج، هو وفي انه طويل مجبد معكم السنين كما تنقولوا المغربيه. تبارك الله جر معكم الايامات. انا واخا كنت مستمع غير من التواخير، ولكن ما نكذبش عليك سيدي مصطفى، المشكل الا عندك مشكل الا كبرتيه، الا تتحسبوا في عقلك كبير، تيمرضك وما تقدرش تسيطر عليه. اما منين تتحسب مشاكل الناس وتترجع لمشكلات تلقاها صغير، تيولي عندك عادي، مشكل عادي، ماشي هذاك المشكل اللي غادي. اذا منين تسمع مشاكل الناس تنساو مشاكلنا وتوليو مشاكلنا صغار. يعني هذه واحد الحاجه بعدا اللي استنتجتها انا من البرنامج. الحمد لله، اقسم لك بالله، الا انا بحالي بحال كاع الناس عندي مشاكل، ولكن منين تنعطي الوقت للبرنامج تنقول انا ما عندي مشاكل، الحمد لله وشكرت ما عندي مشكل. وبالنسبه للتدخل، تدخل ندخل في هذا الاخ اللي هضرنا دابا شويه، شي اخوان قبيله تدخلوا ينفوا، تيهضر الانسان تيقول تيمشي للطلاق ديريكت. واش حنا ما نقدرش نعطيو فلوسنا مثلا فرصه، ما نقدرش ننصحوا هذا الاخ يدير واحد المساله، خلينا من الطائر وخلينا من الانتقام، وخلينا حنا راه ملي يا ربي تسمح لنا ملي تنتعيروا ملي تيتخاصموا جوج تيتعيروا، تيقول لك والله حتى نقتلك، ولا ما يقدرش يقتلك. ما يقدرش على القتل، هو شي واحد الحاجه اللي ما يقدرش عليها الانسان الا بالغلط. ماشي ما يتصنتش الاخت هاد السيده، ولا يمشي يزور هاد السيده في السجن، يزورها يعطيها الوقت اللي كان في السجن. شتي يعني انا ما نقولش تسرع، انا يوضح. انا بغيت هاد الاخ علاش ما يفكرش بمنظور ايجابي، يقول اجي راسي انا هاد المره بعدا اصلا كرجل ما قدرتش نكون قوام كرجل باش نجلس معاها ونقول لها بنت الناس. شوف انا ما نحتاجش للقانون باش يربيك، انا هنا انا وياك باش
داك الشيء ولا داك المسروق ولا داك العمل اللي غيخليك تهي، انا راه مسؤول، انا راه مسؤول كزوج قدام الله سبحانه وتعالى انني نكون راعي ديالك. يعني انا عوض ما نكون ماشي ضد الفكره ديالك، كما تنتي كما تنتي كزوجه، كما تنتي كزوجه مسؤوله على انك تراعي الاحوال ديالي. والشريفه انا بالنسبه لي راه فين تيبان لي كاين الغلط، وراه الا بغينا نمشيو بالمسار ديال حياتنا ها كيفاش خصو يكون. مثلا هنا يمكن ربما كنظن بلي زعما الراجل كيمكن له يملك يعني عواطف المراه ديالو بالمقدوره ديال الراجل على انه مثلا يكون قوام ديك الصرامه اللي ماشي قبيحه، الصرامه اللي كتخليه يكون معبر على كون انه هو راجل بغي يحمي هذيك المؤسسه الاسريه وبغي يامنها كيف ما كيتامن يتامل ان ديك الزوجه ديالو تحمي ديك المؤسسه ديال الاسره. نعم سيدي مصطفى، والفكره اللي عندي انا في هذا الموضوع ما المهم نقدر تدخل صعيبه، تقدر تكون هذا والناس راه غادي تدخلوا غادي تقول انا الفكره اللي عندي هو يعني هذه المراه راه ما يمكنش تخرج بريئه من هذا المشكل. هو قال دابا 20 درهم باش 20 عفوا 20 20 يوم باش تشدات ولا ما عرفتش. اذا باقي الروح كما قلت انت باقي جديد ما عمره غادي يستطيع يتخذ حتى شي قرار دابا واحد الجو. غادي نعطي انا نصيحه اخ، رغم انني ما مزوج مازال مزوج، ولكن عندي تجربه ديال عشرت الناس وخرجت لبرا وشفت. غادي نعطيه واحد الفكره وممكن تكون صعيبه. غادي هاد المراه هي غاديه دابا للسجن، وانما غادي يكون رفيق ديالها في السجن. شنو اللي غادي يدير؟ يخلي امها ويخلي اختها ويخلي هاد الهضره كلها يمشي عند مرته اللي بينهم وبينه وبينها عقد نكاح، خاصة أن الانفصال مازال ما وقعش. مازال ما وقعش وهي طلبت الطلاق. شوف أخي مصطفى، هاد المرأة غادي تقعد في السجن بوحدها بلا أمها بلا خوها بلا تحد، مع الرفيقات اللي غادي تلقاها في السجن. غادي تفكر بعقلها، ما باقيش غادي تفكر من جانب اللبس أو لا من جانب العاطفة أو لا من جانب هادشي، غتفكر بعقلها كاع الاخطاء اللي ارتكبت. ومنين غادي يمشي عندها للزياره راه ما غاديش دوك الناس اللي الشرطه وداك الشيء اللي تيكونوا في السجن ما يخليهمش ينفعلوا ولا يتخاصموا ولا يديروا. غادي يقعدوا وغيهضروا بالاداب وغادي يتفاهموا بانك انت اخطأتي وانا اخطات. شتي اللي ارتكبت هي عشرات الاخطاء اصلا مصطفى، ولا 20 خطا ارتكب هو واحد راهم بالتساوي. لان الاخطاء اللي ارتكبت هي ادات يعني دوك الاخطاء اللي ارتكبت هي المآل ديالهم هو تمشي بهم للسجن. لان ما دام انك تتسرقي اذا ما كي تتقلبي على الحبس، وما دام انا الا تسترت عليك ممكن نمشي حتى انا معك، والا ما تسترتش عليك تنولي انا بحال الا انا اللي ديكلاريت بك مثلا، او لا بحال الا انا اللي صيفطت الحبس. ما يفكروش بهذه الفكره، هو بعدا شخصيا ما يفكرش بهذه الفكره، يمشي رافض مراته في السجن. ما غادي يجي ان شاء الله واحد النهار اللي غادي تخرج فيها هاد المراه من السجن الا وغادي تكون عندها عقليه. هاد الشيء امل ديالنا، الامل ديالنا حنايا هو انها تكون عندها عقليه اخرى، وغادي تنسى وغادي تشوف ذاك الشيء اللي كانت امها تتجر عليه فاش خرجها ولا شدها ولا شو وصلها. هاد الافكار ان شاء الله الا عرفت كيفاش تتصرف، لانه فاش كان تيبوح واحد المصطفى الا رديتي البال كان تيبوح بواحد الطريقه يعني اللي فيها واحد النبره ديال الثقافه، وهذا ماشي واحد اللي يعطي يخربق لا بديتي مع البال. عجبني انا فاش كنهضر وهذا، ورغم انه انا ما تنحسبش انا هذا خاطئ ولا هذا، تنصنت الانسان عاد تنحاول نحل المشكل. يعني ديك الطريقه باش كنهضر معنا تنوعدو الى استعملها مع مراته في السجن، شتي الا مشات الزياره الاولى وما قبلاتوش يعاود ما يتسوقش لخوتها ولا اختها ولا اختها. شتي الا كانت اختها صرات عليه بهاد الهضره ديالت انني غنكري اللي قتلك ولا غندير ولا غندير لك، وبقات عليه بالتهديد ما يتسوقش. يرد امر الله سبحانه وتعالى، الا رزق ليه الله يموت على يد ديك الاخت راه غادي يموت على يد ديك الاخت. الا رزق ليه الله يبقى يطول الى يعني الاجل ديالو عند الله سبحانه وتعالى، ما عمرو يخاف من هذيك القضيه. يدير الله مراقب ليه، يعرف بان الله تيشوف فيه، ويدير الله ويعمر قلبه بالايمان والصلاه كما قلنا. استعينوا بالصبر والصلاه، استعين بالصبر والصلاه
ويرافق مرضه. انا الفكره اللي عندي انا يا هي مصطفى اسمح لي. لا مرحبا سي حميد. لا طولت ولا شي حاجه. مرحبا يرافق مرضه راه غادي يجي ان شاء الله واحد النهار. شتي الاخ اللي كنهضر من دابا شويه قال بانه يعني واي العكس فوق العكس هو اللي طبيب والمراه بقات مرافقه. اشنو قال مصطفى عليه واحد النقطه عجبت بزاف قال بان زادت العلاقه بيناتهم تقوات زاد بغاها. يعني هاد الاخ الى القطم الى القطو هاد المراه رغم انه هو اللي نقولوا حنا نقولوا نفترضوا انه تقول في تكون هي تفكر بانه هو اللي تسبب ليها السجن مثلا الا ما بغاتش تقبل هي الاخطاء ديالها بانها هي اللي صفرات وهي اللي دارت وهي اللي دارت وهي اللي نقولوا الفكره ديالها هي بان هذا السيد هو اللي صفتها للحجب الا بقى مرافق ليها دائما في السجن ما خلاهاش راه غادي تخيل الفكره ديالها. وواحد القضيه اخرى مصطفى السيده راه باقا صغيره راه ما نقولوش باقا 25 عام راه باقا صغيره ويمكن هي الفكره اللي كانت عندها فاش مشات تخدم ماشي هي انه ماشي هي انه هو ما موفر ليهاش انما تقدر تكون الفكره بانه هذه الاخت ما عادش في الصغور ديالها قبل ما تجوج بها ما عادش شي حوايج ما لبسهاش غير ما ربما وما دارتش ومنين خدمات يمكن بان لها هذا الشيء يلاه كما كان هو تيقول بان تقولوا ليه تقول ليه يلاه تفتحوا لي عينيا يلاه بغيت نلبس يلاه كذا يلاه كذا ممكن يكون هذا الشيء. ولكن الى دابا السجن ممكن يربى شويه يكون عنده واحد شويه ديال الاصغار القدره بعدا على عيش واحد التجربه نقدروا نقولوا بانها تخليها تفهم وتستوعب باللي الحياه راه ما كت تخادش غير بمجرد بغينا شي حاجه تناخذوها يعني راه لابد الانسان يعني راه تنخصنا يعني كاع الناس بغاو انا مثلا الانسان باغي الحوايج باغي طوموبيل باغي هنا باغي بزاف الحوايج ولكن مادام انك ما وصلتش لواحد الحاجه دابا ماشي استطاعتك هادشي علاش الله سبحانه وتعالى فرق بين الناس بالطبقات طبقه غنيه وطبقه متوسطه وطبقه فقيره. لو كان كنا كلنا اغنياء ولا كنا كلنا فقراء ولا كنا مثلا كنا متوسط ما غادي يكون يمكن يختل التوازن في الايقاع الطبيعي ديالنا واحد يخدم عند واحد وواحد يعني الرزق ديال واحد واخا يعني الرزق كله عند الله سبحانه وتعالى ولكن تيكون السبب ديالو عند انسان اخر. شكرا لك يا صديقنا الفاضل حامد من مراكش. جمعه مباركه ترقبوا غدا ان شاء الله معنا في الحلقه ديال ليل الجمعه صباح السبت ناس تذكرناهم وشحال كثير وسيناهم. تشكروا معايا مستمعينا الافاضل او لا كونوا معنا لما ان شاء الله غادي نسمعوا ناس ديال تجارب ديال ناس قدروا يوصلوا لنا